أهلا بيكم. من كام يوم نشرت بعض الصحف خبر مفاده أن كندا فتحت أبواب الهجرة أمام رعاية 4 دول، ومن بين هذه الدول مصر، وبتقول كمان أن اللي عاوز يهاجر من مصر ويروح كندا مش هيتعمل له المحكمة الخاصة بتاعت أنت جاي طالب الهجرة ليه، وخاصة لو كان عندك اضطهاد. الخبر اتنشر من هنا يا مؤمن، وعديك بقى شباب مصر راحوا سفارة كندا ووقفوا قدامها طوابير. الأمن بتاع السفارة قال لهم انتوا جايين تعملوا ايه؟ جايين نهاجر، مش كندا فتحت لنا الباب لمؤاخذة؟ انت جاي تصدنا ولا ايه؟ الأمن قال لهم لا، خشوا على الموقع الإلكتروني وهتلاقوا ان في طلبات علشان تيجي حتى تهاجر، لازم يبقى لك حساب بنكي ولازم ولازم. الدنيا طبعا اتعقدت والشباب احبط. بعيدا عن فكرة الهجرة إلى كندا، السؤال اللي احنا لازم نسأله لنفسينا، أو بمعنى أدق أتمنى طبعا السيد رئيس الوزراء يسأل نفسه وهو قاعد مع السادة الوزراء، إيه اللي يدفع شباب مصر إن هو يفكر يهاجر؟ بداية الهجرة في عقل شباب مصر ربما من 40 سنة أو 50 سنة، وفي جيل أول رعيل أول هاجر، وبقى عندنا جيل تاني وتالت بره، وبالتالي ما اقدرش اقصر فكره الهجره على الفتره دي، على بعد الثوره او اثناء حكم الرئيس السيسي. فالهجره حلم لشباب كتير من دول العالم الثالث، عندنا الهجره كمان غير الشرعيه. بس انا كنت عايز رئيس الوزراء يسال نفسه سؤال ويقول الله، ايه اللي يدفع شباب بلدي اللي انا رئيس حكومته انه هو عايز يروح كندا؟ طب هو احنا عندنا ايه هنا يبقى طارد لشباب البلد؟ هو احنا مش مفروض بنعمل شغل، بنعمل مشروعات، بنوفر فرص عمل، بنديلهم امل؟ انا كرئيس وزراء امسك ورقه وقلم. الشاب ده معناه ان هو بيفكر في الهجره انه يبحث عن امل في الخارج، وان الامل ما لقاهوش هنا. بالمناسبه انا عاوز تعليقاتكم على الكلام اللي انا بقوله على فكره الهجره للخارج. هل لو جرى فتح الباب للهجره هل انت كشاب توافق على ان انت ممكن تهاجر وتسيب بلدك مصر؟ طيب ليه؟ التليفونات امامكم، وعايز كل شباب مصر، اتمنى الشباب هم اللي يدخلوا ويعلقوا. لكن خلونا نرجع لاصل المشكله. ده معناه ان هناك فجوه كبيره جدا ما بين السلطه وما بين الشباب. ممكن السلطه ده معناه بالمناسبه كل اجهزه الدوله، مش معناها مؤسسه الرئاسه بس، ممكن يكون عندها قناعه انها عماله تعمل حاجات كويسه جدا، وان ازاي الشباب مش شايفين ده، والشباب شايف او جزء من الشباب شايف ان الدوله ما بتعملوش حاجه، وانه لا يزال عاطل باطل، وانه مش لاقي فرصه عمل، وان الكوسه لا تزال موجوده، والوسط والفساد، وان انا كشاب محبط وعمري بيروح وعايز اهرب مثلا. ازاي نقلل الفجوة بين الفكرتين؟ لا الانجاز رائع بهذا الشكل، ولا الشباب ما ينفعش اقول لهم ان البلد فاسدة بهذا الشكل. يعني اوعى تفكر ان انت لما تهاجر بره يعني هتلاقي الناس بره منتظرين حضرتك بوردة والكلام ده زي ما بتلاقي. لا، في دول، عشان تبقى عارف، دول عرقية زي المانيا، زي بريطانيا، زي امريكا، ما تقبلش ان يجي واحد وياخد الجنسيه هيتعامل مواطن درجه تانية تالتة. ممكن حد من حضراتكم الشباب يقول لي والله لو هتعامل درجه 10، يعني مثلا من ضمن الشباب مثلا اللي راحوا قال لك انا ليه بفكر في الهجره لكندا؟ بيسالوه قال لك انا عايز احس ان في بلد بتراعيني وبتديني حقوقي، وهم فاكرين لو فتحوا اي سفاره بدون تاشيره حد هيقعد في مصر؟ لا اكيد حد هيقعد، انا عندي فرصه ان انا هاجر مثلا، بس ما بفكرش. ابني وهو عنده 19 سنه بيفكر حاليا ان هو يكمل بره، يشتغل بره ويهاجر. يعني الهجره حق مشروع لاي شاب في العالم، مش مقصور على دول العالم الثالث. بس السؤال اللي لازم السلطه في مصر تساله لنفسها، وانا قلت السلطه مجموعه مؤسسات في الدوله، ايه اللي يدفع شباب في العشرينات انهم يهاجروا على مجتمع مجهول مفروض هم مش عارفينه؟ صح كده، مفروض انا عارف البلد، اذا في هنا حاجه طاردة، اذا في هنا لغه انا مش قادر كسلطه اوصلها لشباب بلدي. دي نقطه لازم نقف عندها. انا بندهش ان في اخبار زي كده تعدي يوميا
وربما البعض يقول لك من المسؤولين يا عم يهاجروا ويحلوا عن قفانا والكلام ده. لا ما ينفعش، بالعكس. مش كان في مؤتمر معمول في الإسماعيلية للشباب؟ طب ازاي احنا ما وصلنا للشباب بتوع الهجرة دول؟ طب ازاي شباب الهجرة دول ما يبقاش ممثلين في المؤتمر ده؟ مين اللي بيجيب الشباب يحضروا قدام الرئيس؟ طب ما احنا نجيب الشباب العاطل ده يقعد قدام الرئيس يكلمه ويحكيه، ما هو ده رئيس مصر، رئيس شباب مصر. امال انتوا مفكرين ايه؟ لكن فكرة بقى الانتقاء ومجموعة شباب معينين ولابسين مش عارف ايه وبيكلموا الرئيس ازاي، خلاص بقى الكلام ده ايدم ايدم قوي. كان بيتعمل في الخمسينات والستينات. لا ده انا اجيب شباب، ان شاء الله اجيب شباب من على القهوه يقعدوا مع الرئيس، مش هو رئيس مصر ورئيس شباب مصر. زي ما اتفقت معاكم لما فتح الفقره لحضراتكم، عايز اسمع صوتكم ورايكم. لو اتفتح الباب والهجره، لو انت عايز تهاجر، عايز تهاجر ليه؟ وشايف ايه اللي في البلد دي ممكن يدفعك للهجره؟ اتصال تليفوني، مجدي من المنيا، اتفضل مجدي. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله. عندك كام سنه مجدي؟ عندي 21 سنة. طيب ده انت لسه بتدرس يا مجدي؟ اه طبعا. في سنة كام؟ سنة تالتة كلية. تالتة كلية. طيب لو اتفتح الباب للهجرة عايز تهاجر يا مجدي؟ اه طبعا. طيب طبعا ليه؟ اديني اسباب. لا مفيش اي فرصة في البلد دي ان انا اشتغل او ان انا اجتهد، يعني ان انا استفاد منها اساسا. يعني اولا. طيب معلش يا مجدي حاول تاني. الاء القاهرة، اتفضلي الاء. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. عندك كام سنة الاء؟ 30 سنة. اوعي تقولي عايزة تهاجري كمان يا الاء. اه طبعا عايزة اهاجر. طيب ايه الاسباب اللي تدفعك للهجرة وتسيبي بلدك مصر؟ التعليم. والله انا كنت عايزة اسافر علشان احسن. اعلي صوتك التعليم. بس التعليم. اه التعليم، يعني انا اهم حاجة عندي عايزاني، يعني حابة ان انا اسافر علشان التعليم. عايزة تكملي تعليمك بره؟ ايوه عايزة اكمل تعليمي بره. طيب لو اتعلمتي بره هترجعي مصر؟ ايوه هرجع، بس هرجع ببوزيشن كويس او مكانه اوكي كويسة. يبقى التعليم الاء احد الاسباب اللي تدفعها للهجره للخارج. ناخد علاء من اسكندريه ثم رانيا من القاهره. علاء. عليكم السلام. عليكم سلام ورحمه الله. عندك كام سنه علاء؟ انا عندي 36 سنه. طيب عز الشباب اهو، اتجوزت وخلفت وقعدت ولا ايه؟ اه طبعا الحمد لله، عندي 3 اولاد الحمد لله. طيب والله. اللي معاه 3 اولاد صعب يهاجر علاء؟ لا طبعا ما صعب فعلا يهاجر، بس في نفس الوقت البلد هنا مقفوله معلش، يعني الدنيا مقفوله عليك في ايه علاء؟ بتشتغل ايه؟ انا اعمال حره مع نفسي كده. اه لما واحد مثلا عنده 3 اولاد بياخد 50 جنيه في اليوم، طب هياكل منين وهيجيب هيكفي مصاريف منين وهيفتح بيت ازاي؟ فطبعا ده حرام يعني. الظروف المعيشيه عايزين الظروف المعيشيه صعبه طبعا، بتدفعك للهجرة عشان حد يشغل حد عنده، يقول لك ما فيش شغل، هشغلك ازاي وانا ما عنديش شغل اساسا؟ فدي ازمه، دي ازمه الشباب كلها بيعاني منها طبعا. طب بعد اذنك علاء، طب اهلك الاسباب العاطفيه اللي تربطك فبتقول هنا امي وابويا؟ اسمعني بس يا علاء، اسمعني بس. تمام. مش في هنا امك ابوك مراتك عيالك اصحابك القهوه في اسكندريه؟ ماشي تمام. انت دلوقتي لما زوجتك طالبه منك حاجات مثلا، تمام، لما زوجتك طالبه منك، الو سامعينك علاء، كمل. طب لما زوجتك طالبه منك حاجات كل يوم حوالي 100 جنيه او 150 جنيه وانت 50 جنيه اللي بتاخدها، هتجيب منين؟ هتكفي مصاريف بيتك منين؟ وعندك اولاد عايزين مصاريف. اشكرك علاء. رانيا من القاهره. ايوه يا فندم. مساء النور. علوا الصوت يا اولاد، مش كل شويه اقول لكم علوا. حاضر تمام كده كويس. اتفضلي. انا طبعا للاسف الشديد شايفه ان الهجره هي سبب او الحل الاساسي لاغلب الشباب، وكلنا تقريبا بنفكر فيها. حضرتك لو فتحت باب الهجره هتلاقي تقريبا نص شبابهن ما كانش كلهم بره. والاسباب كتير. انت دلوقتي بتشوف يعني اسباب الدوله، بيبقى لينا حقوق مواطنه. تمام. انا خريج اقتصاد وعلوم سياسيه. حقوق المواطنه اللي هي ان الدوله توفر لك ابسط الحاجه للمعيشه، المسكن، العمل، يعني مسكن كويس، شغل كويس، اي الحاجات الاساسيه، الامن، العداله، كل الكلام ده. فلما حضرتك كشاب املك في البلد يبقى الحاجات الاساسيه اللي هي حقوقك، انت مش بتطلب اكتر من حقوقك، مش موجوده. فانا شايفه ان مفيش امل للاسف. إذا الشباب لو فكروا يسافروا، بشكرك رانيا، للهجرة أو للسفر للخارج، هو إحساس غياب الأمل. مين اللي هيدي الأمل؟ أنت يا ريس لازم تدي الأمل، والحكومة تدي الأمل.
ولازم نبحث كل شويه ايه اللي انا ممكن اعمله كرئيس جمهوريه او رئيس وزراء يدخل الامل على الشباب. ايه؟ ما هو لازم يبقى عندنا امل في بكره، لازم يبقى عندي امل في بكره ان انا لما اتخرج هشتغل. انا عارف انها مش تكت زر والكلام ده، بس لازم نتناقش. سمير من القاهره، اتفضل سمير. مساء الخير. مساء النور سمير. انت عندك 40 سنه ولا اكتر؟ لا انا فوق الستين. طيب فوق الستين، اتفضل. بس عندي يعني ليا وجهه نظر في موضوع الهجره بتاعت الشباب. اتفضل حضرتك. المشكله ثقافيه، ثقافه شعب قبل كل حاجه. نعم. ثقافه الشعب هي اللي بتحدد الماديات، هي اللي بتحط القوانين، هي اللي بتنظم الاجراءات كلها. النهارده الثقافه عندنا في التعليم سوري يعني مفيش. يعني وصل الامر بينا في فتره من الفترات ان المدرس بيطلع له كتاب عشان يعرف ازاي يدرس الماده للولد. نعم. دليل المعلم. زمان احنا ما كناش المعلم ما كانش عنده دليل، كنا بنسال المدرس عادي. دلوقتي نعم. المدرس بيطلع له دليل عشان يعرف يعلم المعلومه للولد. نعم. الثقافه اللي عندنا اصبحت ثقافه استهلاكيه تدعو الى مزيد من الاستهلاك. نعم. نعم. فاهم حضرتك. نعم. متدنية جدا. نعم. فعايز ولد يدخل المدرسة الابتدائي مش عارف يكتب، وبعدين نرجع وزارة التربية والتعليم تعمل نظام القراءة نظام القرائية الفصول القرائية وعشان نعلمه يعني يكتب ألف ب من جديد. النهاردة بيوصل كلية الطب مش عارف يكتب كويس. نعم. بيدخل الكليه ما هو عندش معلومه. اشكرك استاذ سمير. اخد اخر اتصال تليفوني، يسري من الفيوم، اتفضل يسري. ايوه حضرتك. يسري كم سنه يسري؟ انا كبير في السن 50 سنه. اوكي اتفضل. كنت بقول يعني ان يا ريت موضوع الهجره ده تفتحوا باب الهجره للشباب. نعم. ليه مقفول؟ لا هو الهجرة، لا مصر مش قافلاه، هي الدول هي اللي بتفتح وتقفل بره. يعني الحكومة المصرية مش قافلة، اللي عايز يهاجر يهاجر، توكل على الله يعني. طب انت ليه عايز تفتح باب الهجرة الاول؟ موضوع الهجرة لو اتفتح هيحل مشاكل كتير. نعم. هيحل مشاكل كتير، ويدخل عملة صعبة للبلد. يعني الحل نسيب البلد ونمشي؟ لا احنا بنحب البلد وكل حاجة، بس البلد مش مدينا اللي احنا عايزينه. بشكرك يوسف. ده سؤال مهم، وده صوت الناس. ليه الناس ما عندهاش احساس بالامل؟ بعضهم طبعا. ليه الناس عايزه تسيب البلد وتمشي؟ دي اسئله. ايه اللغه الناقصه او الحلقه المفقوده ما بين الدوله والسلطه ومؤسساتها وبين قطاع كبير من الشباب؟ ايه؟ ازاي نقرب ده لده؟ ونقول لهم ان احنا بنشتغل عشانكم بكره. ونشوف ونسمع. هل التوريث اللي حاصل في الوظائف؟ ما اقدرش احمل السيس الموضوع. اساتذه الجامعه اللي بيورثوا ابنائهم، مرفق العداله اللي القضاه ووكلاء النيابه بيعملوا ده، ولما جرى شاب صحفي عمل تحقيق، جرى التحقيق معاه 15 ساعه مثلا يعني. كل واحد في الوظيفه. البنوك بقى دلوقتي عشان اخرج من البنك لازم اعين ابني. طب ما انتوا بتقفلوا ده على قطاعات كبيره من المواطنين. هل اقدر احمل رئيس الجمهوريه؟ لا، بس لازم تتعمل قوانين تخلخل المنظومه التوريث دي اللي هي الفساد. الامل، حد سال الشباب انتوا عايزين ايه من المشروعات اللي نعملها؟ شايفين نفسيكم في ايه؟ ولا انا كرئيس وكدوله وكسلطه اللي افكر بالمشروع وينزل كده من فوق؟ ايه اللي يمنع؟ ايه اللي يمنع ان انا افتح حوارات مستمره مع شباب غير مؤتمر الشباب بشكل دائم ومستمر؟ فكرة مؤتمر الشباب فكرة حلوة، أول مرة تتعمل في مصر، أو رئيس يلتقي بشباب وعدد كبير بالشباب. وأنا حضرت مؤتمر الإسماعيلية، فوجئت بالمناسبة شباب حاضر كده زي ما بيقولوا بالهبل، مفيش ولا اختيارات أو انتقاد، يعني ما كانش فيها لا كوسة ولا واسطة ولا حاجة ولا كلام، دخول عبر الإنترنت. بس أنا عايز تتعمل حوارات جزء منها حقيقي إن لم تكن كلها حقيقية. نسأل الشباب، نسمعهم. يعني يمكن الملاحظه الاخيره على المؤتمر الاسماعيليه ان الوزراء كانوا متحدثين. طب ما الوزراء كل يوم بنشوفه في البرامج وفي الفضائيات وفي البرلمان، ما نسمع الشباب. طيب الرئيس بايده حاجه؟ بايده حاجه،
والرئيس لو امر ينفع يتنفذ القرار اه يتنفذ. طب ايه الاماره والدليل؟ امبارح الرئيس السيسي قال ايه؟ ادى مهله شهر بحد اقصى 15 يوم ده 16 يوم اسف لحد اخر الشهر ده لكل المحافظين ومدير الامن في المحافظات تقنين اراضي اللي هي واضعي اليد دول او سحب الاراضي الاراضي اللي هي املاك الدوله اللي فيه البعض حاطط ايده عليها. الكلام ده حصل بقاله كام ساعه مثلا اللي هو امبارح الصبح النهارده يا باشا عشان اعرفك ان احنا دوله فرعونيه لا تتحرك الا اذا تحرك راس الدوله. راس الدوله يطلع سلطان ملك امير رئيس جمهوريه. تعال خد عندك رئيس الجمهوريه خد القرار امبارح وبعت الانذار شديد اللهجه واللي احنا حييناه عليه امبارح. النهارده محافظ البحيره ازاله 1307 حاله تعدي على مساحه 869939 متر مربع. انا جايب لك ايه نتائج اليوم الاول بعد قرار رئيس الجمهوريه وبعد ما طلع العين الحمراء. البلدوزر اللي بتروح على الارض لو في حد معتدي عليها تكسر الارض وتاخد حق الدوله كان المفتاح بتاعها مرمي بفعل فاعل. كان مركون في الدرج عشان اتدفع له 50 باكو، صح كده؟ كل بلدوزر في كل محافظه فيك يا بلد النهارده اتحركت. لان رئيس الجمهوريه تحدى وطلع العين الحمراء وقال دي مش طابونه. فكل محافظ وكل مسؤول حي كله خاف. محافظ المنوفيه قال لك توجيهات الرئيس اوامر وجاري تشكيل لجنه لحصر جميع اراضي وضعي اليد. محافظ دمياط قال انتهينا من حصر اراضي املاك الدوله. سوهاج المحافظ قال انجزنا 68% من التعديات على الارض. انا حصرنا اراضي الدوله لاستعادتها. كفر الشيخ لجنه لحصر الاراضي واسترداد 250 فدان. الاسكندريه شكلوا لجنه. اسوان نواجه تعديات على 11000 فدان. محافظ البحر الاحمر لا يوجد لدينا اراضي وضع يد بمحافظات. بس الكل اتحرك. الله، هو انتوا كنتوا مستنيين رئيس الجمهوريه يتحرك ويحذر ويطلع عينه الحمراء ويغضب؟ اه، هي دي بلدك اللي انت عايش فيها، مفيش حاجه بتتحرك الا اذا الرئيس قرر. طب ما نتيجي بقى نستغل الفكره دي ان الرئيس طالما بيوري العين الحمراء وبيقرر والكل بيخاف كده نطلب منه ايه؟ يا ريس لو سمحت اجتماع فوري مع الساده المحافظين وقول لهم انا عايز تطلعوا من ادراككم كل المشاريع الاستثمارية اللي طلبها منكم مستثمرين وعطلانة وعايز مصنع فوري في كل محافظة، مصنع كبير. يعني مش مصنع يشغل لي 10 15، لا. وخدوا صلاحيات رئيس الوزراء مش رئيس الجمهورية كمان. واعملوا لي المشروعات دي. هطلب منك كمان يا ريس انك تأمر كل محافظ لو كل محافظ عنده المراكز والمدن الرئيسية ياخد قطعة أرض يعمل شادر كبير كده. ويمكن الشباب الخريجين ويروحوا يجيبوا الفاكهة والخضار من الغيط ويبيعوها في الشادر ده واللحوم يذبحوها بهذا الشكل. نقضي على الوسطاء، نقضي على السماسرة. نقدر؟ اه، انت رئيس الجمهورية واذا قررت ده دلوقتي ده بالتليفون. يقدر محافظ يقول لا؟ عايزين نستغل ده. عايز ادي بقى من هنا برضو للناس الامل. طب ما نقول للرئيس عايزين وعايزين وعايزين. هتيجي تقول لي دي تبقى خيبه، امال احنا جايبين محافظين ووزراء وبرلمان ليه؟ قلت لك بلد فرعونيه لا تتحرك الا اذا تحرك رئيس الدوله. الامارات او بنسميها كوكب دبي الشقيق عملت فندق او عامله فندق كبير قوي. فندق فاخر ربما هو الافخم في منطقة الشرق الأوسط اسمه برج العرب. الربع الأول من العام الحالي جالها 4.5 مليون سائح، يعني لو كملت كده هيجي لها 18 مليون سائح. مش هنقارن ظروفنا بظروفهم. طيب تكتفي بقى دبي بكده؟ لا أبدا، بتغزنا أو بتستفزنا أو بتستفز فينا إن احنا عايزين نبقى زيها. قررت إنها تعمل منتجع سياحي تكلفته 2 مليار دولار الا ربع، يعني حوالي 30 مليار جنيه. عايزه تعمل جزيرتين بمحاذاه على جانبي الفندق
لو الفندق ده الموجود عايزه تعمل جزيرتين هنا، صوره على الشاشه. ده مشروع هيقام على 4 مليون قدم مربعه، جزيرتين صناعيتين. عايزه تعمل جزيره يبقى فيها اكبر اكوا بارك او يعني مدينه ترفيهيه عالميه، والجزيره الثانيه يبقى فيها فيلات وشاليهات والكلام ده. وبتقول لك انا مستهدفه في 2020، يعني بعد 3 سنين بس، يبقى عدد السياح بتوعي لا يقل عن 20 مليون. دبي دي لو رحتها بلد حر، كانت صحراء. بس في ناس فكرت، ممكن حد يجي هنا يقول لي طب وانا افكر ليه؟ هو انت شايف يا خير عندنا سياحه، ده السياحه مضروبه والكلام ده. وبصراحه هسمع كلامه، انا مش خبير سياحي. واذا جالي وقال لي انا كنت بفكر اعمل مشروع، اقول له يا راجل المشروع ايه؟ هو في سياحه؟ ده انت لو عملت اي مشروع ممكن تلبس في الحيطه. لكن فاجئنا راجل انا ما اعرفوش، بس اعتبرته ايه؟ مجنون مثلا؟ يعني دماغه طاقت فيها حاجه يعملها؟ قال ايه؟ عامل منتجع سياحي جديد في شرم الشيخ، انا هقول لكم اسمه، فندق الباتروس اكوا بارك بشرم الشيخ، على مساحه 220,000 متر، استثمارات تقترب من 1 مليار جنيه، وهيفتتحوا خلال الايام القليله القادمه، وبعد جايب نجم كوره عالمي يبقى موجود، رونالدو هو وعيلته وامه كمان، نجم نجوم الكرة العالمية. المستثمر المغامر ده اسمه كامل أبو علي. مساء الفل أستاذ كامل. مساء الخير يا فندم، ازي صح؟ أولا أنا بحييك، سعيد كمواطن إن أنت فكرت إن أنت تبث فينا الأمل، وإن يبقى في مستثمر عايز يعمل حاجة فعلا في شرم الشيخ، وبيأكد إن السياحة إن شاء الله راجعة راجعة. هو طبعا أنا متشكر جدا لكلام سيادتك، بس انا بحب اقول لسيادتك حاجه، يعني السياحه دايما كما علمنا استاذنا الكبير الدكتور ممدوح البلتاجي، السياحه تمرض ولا تموت. نعم. ده وده دايما التاريخ دايما اثبت ذلك يعني. فهو النهارده انا بقول لسيادتك، يمكن ده انا بالنسبه لي المشروع رقم 2 في الازمه. نعم. انا السنه اللي فاتت فتحنا فندق ضخم جدا في الغردقه في 3 مارس السنه اللي فاتت. نعم. وده المشروع الثاني في الازمه نفسها. انا دايما طول حياتي بقول ان احسن استثمار بيتم في وقت الصعب. نعم. اللي ما حدش يفكر فيه، فده دايما باخد هذا المبدا وانا عندي من سن 25 سنه اللي بدايه حياتي، ان انا عملت اول مشروع في حياتي واستمرت على كده طول حياتي. فهي طبعا المشروع يعني الموضوع مش موضوع مجازفة إطلاقا، بالعكس لا، هو أنا كل يعني عندي أمل كبير جدا، واثق إن بكرة إن شاء الله هيبقى أحسن من النهاردة. وإحنا دايما بنقول في الحياة كل واحد الموجود بتاعه، طبعا في ناس ممكن ما تقتنعش بالكلام بتاعي، لكن أنا لحد الآن النظرية بتاعتي طول حياتي كانت دي نظرية صحيحة ومتمسك بيها، وشايف إن ده حاجة مهمة جدا. بس في حاجة بقى تانية. اتفضل. احنا بلدنا محتاجة، لو احنا عاوزين نطلع بقى نطلع لقدام، احنا بلدنا محتاجة ان احنا يكون عندنا حد يفكر. يعني انا بقول دايما كنت اتمنى ان احنا نطلع حاجة اسمها الالف مشروع. نعم. عاوز اطلع حاجة اسمها الالف مشروع. لو كل لو في 1000 واحد وكل واحد عمل مشروع هشغله فيها مباشر وغير مباشر حوالي 1500 2000 موظف، هيبقى عندنا حاجه كبيره جدا في البلد. احنا عاوزين يعني بالعكس ده يعني تخطيط ولازم نفكر فيه، وده الامل الوحيد للخروج. طب اسمح لي رجل الاعمال كمل ابو علي، حضرتك هتفتتح المشروع امتى؟ يوم الخميس ان شاء الله. يوم الخميس. مين هيفتتح ومين الساده المسؤولين معاك او الوزراء؟ هو وزير السياحه موجود، الساده المحافظين في محافظه جنوب سيناء طبعا، ومحافظ البحر الاحمر برضه مدعو هناك، ومجموعه من الاعلاميين والسياحيين والناس كلها موجوده معايا الحمد لله يعني. طيب. وعندنا اسره اللاعب رونالدو، كريستيانو رونالدو موجودين، اول زياره لهم لمصر.
لان احنا تربطنا صداقه كبيره جدا مع الاسره وكريستيانو نفسه. فهو يعني الاسره الحمد لله والدته واخواته كلهم هيكونوا موجودين معانا الاحتفاليه. طبعا كريستيانو ما قدرش يرجع علشان يجي علشان نعم. اولا مبروك الافتتاح، بس عايز اعرف هتوفر كم فرصه عمل هذا المشروع؟ هو المشروع فيه بتاع حوالي يمكن 600 فرصه عمل مباشر. مباشر كم فرصه عمل غير مباشره؟ لا هضربها في 4 و5. 4 و5 حاليا. شرم الشيخ محدش بيجيها ونسبه الاشغال قليله، انت مش قلقان ولا خايف على مشروعك؟ لا انا براهن. نتكلم مع بعض كمان 6 شهور. نتكلم مع بعض كمان 6 شهور. بالتوفيق المستثمر ورجل الاعمال كامل ابو علي، وانت بتدينا فعلا امل. انا عايز مشروعات بهذا الشكل، انا عايز مشروعات في البلد بهذا الشكل يا اخوان. يعني لو عندي امنيه، مع احترامي طبعا لكل الوزراء اللي هناك، رئيس الوزراء يروح ويفتتح. انت بتدعم مستثمر مغامر في هذا الوقت، ده اللي معاه جنيه ما بيطلعوش دلوقتي، خايف. خايف ليه؟ اسباب تاني. ربما اقول له لا ما تخافش، ومش عايزين نقفل الفلوس كده، بس ده مستثمر مغامر نشجعه وبيقول لك ده المشروع التاني. وسط الاجواء دي واحنا بنتكلم عن السياحه، شعبه المستوردين بتطمننا وبتطمنكم، بتقول لكم ان اسعار سلع كتيره في رمضان هتنخفض. هتنخفض. معايا اللي بيقول الكلام ده رئيس شعبه المستوردين بالغرفه التجاريه بالقاهره الاستاذ عماد قناوي، موجود معانا على التليفون. موجود معانا على التليفون. مساء الفل استاذ عماد. اهلا بيك يا فندم. ايه الاخبار الحلوه دي؟ كل سنه وانتم طيبين. بقى لنا كتير ما بنسمعش اخبار زي كده يا استاذ عماد. الو. ايوه بقول لك بقى لنا كتير ما بنسمعش اخبار عن انخفاض اسعار. ما هو انخفاض اسعار مقارنه بالاسعار الاخيره اللي زادت قوي. نعم. في مبادرات من الغرفة التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية ان السلع من المنتج او المستورد الى المستهلك مباشرة. ادينا امثلة. عندك امثلة لاسعارها هتتخفض؟ المحاصيل البقولية واصلة للانخفاض حوالي 22% تقريبا. طب ده راجع ليه بقى؟ الدولار في مصر زي ما هو، ده انخفاض في الاسعار العالمية؟ لا، مبادرات بين التجار والغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية لمعرض سوبر ماركت أهل رمضان اللي هو في قاعة المؤتمرات، زائد عدة منافذ في كل محافظة. نعم. بحيث تبقى من المنتج إلى المستهلك مباشرة، فتختصر قنوات توزيع ليها تكاليف، زائد إن المستوردين نفسهم والمنتجين تم الاتفاق معهم على هامش قليل من الأرباح، وبالتالي يكون مردوده على السعر واضح للمستهلك. يبقى انت كده بتقول لنا ان هناك معرض اهل رمضان او سوبر ماركت رمضان، ده موجود في كل محافظة، بدأ ولا هيبدأ؟ في قاعة المؤتمرات، اول ميعاد ليه من بكرة ان شاء الله. من بكرة. والمستهلكين هيلاقوا تراجع في الاسعار بنسبة لا تقل عن 20%. واضح، من 7 ل 22%. من 7 ل 22%. على اختلاف النوعية. بس عايز اقول لك، وانا بتابع الاخبار دي عرفت النهارده ان كيلو الفراخ زاد 3 جنيه، طب ايه الكلام الوحش ده؟ ماشي، ده في اتفاق بين وزاره التموين وبعض المستوردين والمنتجين، ده اللي احنا بنتكلم فيه. القطاع الخاص بيبقى عرض وطلب بحت، ملوش علاقه ما انا عارف، بالاستيراد. دوله بالكامل بتحاول تقلل الاسعار، ويكون لها تدخلات للاسعار بحيث تكون في متناول الايدي والقوى الشرائية المتوسطة والأقل من المتوسطة. بشكرك أستاذ عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، في معرض هيقام من بكرة في أرض المعارض ببديل إطلاس، في منافذ بيع في كل محافظات مصر، في تخفيض في الأسعار يبدأ من 7% إلى 22%. يعني لو حضرتك كنت مرتب أمورك هتشتري حاجات ب 1000 جنيه، لا النهاردة تقدر تشتريها ب 780 جنيه. يعني ده في المعرض، ده معمول خصيصا لشهر رمضان، اتشارك فيه بالمناسبة القوات المسلحة، منافذ بيع، اعتقد ايضا بعض الاجهزة في وزارات زي الزراعة عندها منافذ، وزارة الداخلية محاولة. بص انا بقول لك بقالي شهر عمالة طنطن وازيد وعيد على حاجة واحدة، شهر رمضان ده اول شهر جاي بعد التعويم، الاسعار نار، اتمنى ان احنا نعديه مع بعض. بس ده حاصل وده مديني امل للامانة، يعني ان احنا نقدر نسيطر على الاسعار. نسيطر على الاسعار؟ نقدر.
الدوله، الدوله قويه يا اخوانا، الدوله قويه، مش حاجه كده يعني. هي احنا لسه ما وصلناش مرحله طابونه، بس ايديها بطشه لو عايزه، يعني لو عايزه تقعد وتطلع العين الحمراء زي ما الريس طلعها امبارح. لكن الإرهاب تفاجئك مثلا حاجات ممكن تصير في نفسك، الحزن او الاحباط، وتتمنى ان الصور دي ما نلاقيهاش. في صوره هتعرض على حضراتكم دلوقتي، مواطن عرض كليته للبيع علشان يدبر مسكن لاولاده، هو كده وكاتب تليفون بيقول انا مش لاقي اجيب شقه لاولادي، فانا فكرت في ان انا اعرض كليتي للبيع. ده قدام محافظه الشرقيه وفي ميدان رئيسي. ايه اللي يمنع لو انا كنت محافظ للشرقيه وشفت الصوره دي بتاعه المواطن، شفتها على الانترنت ما شفتهاش حتى في الميدان، ان انا كنت اجيب هذا المواطن واقول له بس تعالى مشكلتك ايه؟ شقه؟ طبعا نقدر ندبر شقه من اسكان الاجتماعي، نقدر نتصرف، نقدر نجيب للمواطن شقه. وانا مش عايز الصوره دي تنتشر، لان الصوره دي تدي احباط في وقت ان انت عايز تدي فيه للناس امل، ان في مستثمر عامل مشروع بمليار جنيه في شرم الشيخ. طيب يعني في حاجات عايزه امل. احنا خلي بالك احنا تواصلنا مع محافظ الشرقيه واداره الاعلام في وزاره الشرقيه، بمحافظه الشرقيه، وقالوا لنا ان هم لما شافوا صوره الراجل حاولوا يتواصلوا معاه، لقوا الرقم غلط. الاعداد حاول ايضا يتواصل بالراجل صاحب الصوره لكن لقوا الرقم غلط. وكيل وزاره الصحه والتضامن في المحافظه قالوا ان هو ما قدم لهمش طلبات لحد دلوقتي، لكن احنا انا بناشدك كمواطن، بدل ما انت واقف باليافطه دي روح على طول على محافظ الشرقيه مكتب المحافظه يوم الثلاث اللقاء الجماهيري بتاعه اللي هو خالد سعيد محافظ الشرقيه، قول له انا صاحب الصوره وانا لو كنت كاتب التليفون غلط ما عرفوش يجيبوك، سهل لي الحصول على شقه. عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق كاتب مقال النهارده، عماد صديقي وابن دفعتي وبيكتب بدرجه كبيره جدا من الموضوعيه، يعني بيقول لك انا حضرت حفل ايه يا شباب، حفل زفاف لابنة احد الاصدقاء في احد الفنادق بمدينه نصر. فبيقول جت قعدتي جنب وزير سابق فدردشنا عن الاحوال والغلا والكوى والكلام ده، فالوزير السابق قال انا معاشي ما بيكفنيش، معايا على التليفون الكاتب الصحفي رئيس تحرير جريده شروق الاستاذ عماد الدين حسين يشرح لنا ماذا قال له الوزير وتعليقه. اهلا بك استاذ عماد. اهلا استاذ محمد، بيك وكل الساده المشاهدين. ايه قصه الفرح اللي انت رحت والوزير قال لك بيحكي لك على ظروفه الماديه وهو وزير سابق للعلم وليس وزير حاليا؟ بالظبط، يعني كما تعلم لما بنروح افراح وبتقابل حد صاحبك عامل ايه، الدنيا عامله ايه، الاحوال والمعيشه، فالسؤال التقليدي البسيط اللي انا اكيد مساله عشان اسال الوزير على احواله المعيشيه. طبعا. فالراجل قال لي والله المعيشه بقت صعبه. فبالطريقه التقليديه، طيب صعب يا فندم لما انت المعيشه بقت صعبه على حضرتك وانت وزير، امال الراجل الغلبان يعمل ايه؟ قال لي والله العظيم كان وقتها عز أزمة السمك قبل ما تنفرج قليلا لما البوري كان وصل 40 جنيه. فبيقول لي انا بدفع يعني المصاريف البيت الاكل والشرب 15000 جنيه ورغم ذلك الامور صعبه. الامور صعبه. هو قال لك معاشه، انت كاتب المعاش بتاعه. المعاش بتاعه 2000 جنيه والراجل شغال مستشار لشركه على بعض الاستشارات على حاجات اللي هو، وهو رجل نظيف اليد، اعلم تماما انه نظيف اليد. نعم. فكان مدخل لفكره المقال انه اذا كان الوزير احد وزير سابق وهو رجل يعني يفترض انه هو ميسور الحال وطبقه متوسطه قويه وكبيره وكان منصب وهو ضابط سابق. فاذا كان ده بيعاني وعنده مشكله فما بالك بالموظف البسيط اللي هو بياخد 2000 جنيه او العاطل اللي هو ما عندوش دخل خالص. فده كان المدخل لي ضروره انه على الحكومه المصريه ان هي تفكر مليون مره في اي طريقه لتخفف العبء عن الناس خصوصا طبقه الموظفين، لانه على فكره
اخواننا اللي هم الطبقه الفقيره جدا ال 27.5% او 28 بعضهم بياخد كرامه وتكافل، ودول حوالي 1.7 من 10 مليون اسره في 5 افراد يعني بعدد. المشكله في الموظف اللي هو البسيط الذي لا يعني هو دفع ثمن البرنامج الاقتصادي كاملا. نعم، لا هو طال يبقى غني جدا ولا هو طال يبقى فقير فياخد معاش او تكافل وكرامه او التضامن الاجتماعي. استاذ عماد، انتوا نشرتوا خبر في الشروق من كام يوم اعتبرتوه انفراد ان الحكومه هتبدا ترفع او تقلل الدعم لاسعار المنتجات البتروليه بنزين وسولر في النص الثاني من شهر 8، ولكن طلع برضو تكذيب النهارده في الجرايد والحكومه نفت ده في القريب العاجل. يعني لا، الحكومه والله يا استاذ محمد لم تنفي الخبر، خبرنا صحيح، واطلب من حضرتك ان شاء الله لما يتنفذ هذا الخبر في 7 و8 تتصل بيا واعمل مداخله مع حضرتك وتقول الخبر كان صحيح. يعني انت ترى من مصادرك ان الحكومه سترفع الاسعار في منتصف 8؟ اولا هقول لحضرتك على معلومتين بسيطتين. الخبر اللي نزل في جريده المصري يوم النهارده الراجل بيقول لك لن نرفع الاسعار حاليا. ها نعم، احنا ما قلناش حاليا، احنا قلنا في شهر 7 و8. ها فده كلام محدد. احنا بنقول نمره 2، الراجل قال عباره ظريفه جدا انا ما اعرفش عدت على الناس ازاي. اتفضل. بيقول هناك برنامج ثابت للحكومه المصريه لرفع الدعم واصلاح منظومه الدعم خلال 5 سنوات بدات في 2014، وهناك خطه مباشره للكهرباء لاصلاح هيكل الاسعار المشوه طوال 5 سنين. فالخبر يعني ده واضح ومحدد، حتى لو احنا ما نشرناش هذا الخبر هيتم. الجديد ان حد قال لنا ان احنا التوقيت يوم كذا في شهر كذا وكذا، والنسب بتتراوح من 25 ل 40%. يعني انت تؤكد كرئيس تحرير جريده الشروق صاحب هذا الانفراد بان الحكومه فعلا انا ساطلب منك طلبا بسيطا، ارجو ان اي حد من الحكومه المصريه يطلع يقول ان ما عندهاش برنامج زمني محطوط سنه 2014 لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء في خلال 5 سنين. خلينا نستخدم التعبير الدقيق، تخفيض الدعم عن الوقود. سميها ما تشاء، تهذيب، تصليح، تخفيض. اصل الرفع هيبقى لتر البنزين ب 20 جنيه وده مش هيحصل يعني. لا، فيها يعني تخفيض الدعم، تخفيض فاتوره الدعم، تقليل فاتوره الدعم، لانه عامل 140 مليار جنيه في الموازنه الجديده. نعم بالظبط كده. انا بشكرك الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق. حتى الوزراء بيشتكوا، الوزراء السابقين طبعا، بيقول لك انا معاشي 2000 جنيه، لكن عماد الدين حسين بيؤكد لك من مصادره وهو المسؤول عن هذا الخبر، لو الحكومة عايزة تنفي تخش تنفي دلوقتي، أن الحكومة سترفع أسعار البنزين والسولر في منتصف 8. ما أعلمه بشكل شخصي أن القرار ده كان مفروض يطبق في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم مع بدء العمل بالموازنة الجديدة للدولة، لكن فوجئوا أن أول 7 ده هيأتي 5 أو 6 يوم العيد، يعني عقب العيد مباشرة. فقال لك الناس خارجة من رمضان والعيد هتبقى عادية وحش، فقال لك خلي الناس يبحبحوا شوية ويروحوا المصايف ونصطادهم في نص 8، بس هيبقى بعدها بشهر دخلت المدارس وعيد الأضحى. قبل ما نطلع فاصل عايز أكلمكم شوية عن فرنسا. فرنسا تلك الدولة العظمى يعني بيسموها عاصمة النور باريس، تاني أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا، خامس دولة في حقل التجارة الخارجية في العالم، قيمة الواردات عندها تزيد قليلا على قيمة الصادرات. يعني فرنسا عندها أكبر استثمار أجنبي مباشر في أوروبا ب 47 مليار دولار. الشركات الفرنسية استثمرت خارج فرنسا 58 مليار دولار، من أكبر بلدان الطاقة المستقلة، من أهم الدول الزراعية في العالم. يعني دي كلها فرنسا. تلت الأرض مساحة فرنسا بيتم زراعتها، تلت مساحة فرنسا أرض مزروعة. ده يديك انطباع بإيه؟ إن فرنسا دي دولة عظمى، صح؟ عز وقبها بقى. وأنا لما أبقى رئيس فرنسا، لا ده انتوا تشوفوا بقى اللبس بقى على أصوله بقى. ده فرنسا فيها أرقى بيوت الأزياء في العالم، فيها أرقى العطور الباريسية، مش احنا كنا بنقرأ كده في تالتة إعدادي؟ تعالوا بقى شوفوا رئيس فرنسا ماكرون ومراته برجيت
في حفل التنصيب، ثبتوا الصورة يا شباب. البدلة اللي لابسها رئيس فرنسا اللي هو 39 سنة دي ب 450 جنيه. هتقول لي جنيه، أقول لك جنيه مصري. بس احنا قرينا الخبر ان هو 450 يورو. ما اليورو يعادل الجنيه يعني. يعادل الجنيه بره يعني. يعني رئيس فرنسا العظمى لابس بدلة ب 500 جنيه. طب مراته، مرات رئيس فرنسا سيدة فرنسا الأولى، شايفين التيير اللي عليها ده، الجاكيت والجيب سلفاه مأجراه. انتوا فاكريني بهزر، لا دي حقيقة. التيير اللي عليها ده مأجراه، والبدلة اللي هو لابسها دي ب 500 جنيه مصري. تخيلوا. طيب ينفع رئيس فرنسا العظمى اللي معاه كل الفلوس والقبعه دي، وهو تلاقي عنده بدل كان شاريها قبل كده 3000 دولار 10000 يورو، هو حر. بس قال انا لازم ابعت رساله للمسؤولين في البلد، ولازم ابعت رساله للشعب ان دي حكومه لازم تمسك ايديها، لازم تتقشف، عندنا ازمات. طب لما انت تتقشف وانت قاعد في فرنسا وابوك سايب لك كل الفلوس دي، طب الناس بقى اللي في حتة تانية ينفع فيها البرلمان يجيب 3 عربيات بملايين؟ ينفع؟ ينفع فيها ناس تقبض قد كده؟ ينفع؟ ده دي فرنسا، دي فرنسا. هل مصر أغنى من فرنسا؟ لا. عايز أقول لك عندنا وزراء بيلبسوا أزياء مستوردة من الخارج أغلى من بتاعة ماكرون. هتيجي تقول لي حرية شخصية، يا راجل برضو ما احنا ماكرون كان ممكن يقول لك أنا بمثل فرنسا حرية شخصية. شايف الفرق في التفكير؟ شايف الفرق في السياسة؟ شايف الثقافة؟ شايف الرسائل بتتبعت إزاي؟ مش عايزين نعك أكتر من كده. يلا نطلع فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرات كتيرة حلوة، بس من الفقرات الجميلة اللي مجهزينها لكم النهاردة تاريخ أشهر 7 أكلات المصريين بياكلوها، زي الملوخية مثلا، تعرف تاريخها مثلا، زي أم علي. طبعا مفيش أبو علي. نطلع فاصل. الكام يوم اللي فاتوا في فيروس كده انتشر في العالم، مفروض قيل يعني إن هو وصل ل99 دولة، فيروس بيدخل على الكمبيوتر تحديدا تبع الأجهزة، تبع الوزارات، الهيئات، الحكومات، في 99 دولة في العالم، في بنوك العالم. فيروس مدمر، بياخد الملفات دي بيدمرها تدمير كبير جدا. العالم كله وقف على رجله، وفوجئنا بأن الفيروس تم السيطرة عليه عن طريق شاب بريطاني عنده 22 سنة. معايا على التليفون دكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات. مساء الفل دكتور محمد. مساء الفل يا باشا، ومساء الجمال على الصديق العزيز. بنزعجك دايما كده وبنسهرك بس. لا ازاي، انت راجل سكره وبنحبك دايما كده تكون معانا. تحت امرك وانا يشرفني. الله يخليك. احكي لنا بس قصه الفيروس، وكانت خطورته فين، وايه الشاب البريطاني اللي وقف نشاط هذا الفيروس؟ طيب مبدئيا بس انا حابب ايه، يعني طبعا حضرتك منبر يعني ليه جماهير كبيره، وتسعدني ان انا اكون موجود مع حضرتك، عشان طبعا يعني انا اتنبح صوتي بصراحه كتير في الكلام في البرنامج عندي على خطوره مشاكل المعلومات وامن المعلومات، وان احنا يا جماعه داخلين على حروب الكترونيه والدنيا اختلفت ومش عايزين نفكر بالطرق التقليديه، وواضح ان ما حدش بيسمع يعني لغايه ما نشوف كارثه كبيره بالشكل ده فنقوم نفوق بقى ان في مشكله بتحصل. يعني ما هي الكارثه؟ الصوت بس في مشكله تقريبا. لا احنا سامعين حضرتك دكتور محمد. طيب تمام. طيب المهم يعني فبقول لحضرتك الكارثه في ايه بقى؟ الكارثه ان الموضوع ده له ابعاد كتير جدا، مش فكره انه فيروس عادي انتشر والناس بدات تخاف وبدا ينتشر عنه معلومات على السوشيال ميديا، وطبعا ناس كتير جدا بتتكلم في الاعلام على الموضوع ده بشكل برضه سطحي، لكن فرصه ان احنا مع حضرتك نوضح الصوره للناس. في من فتره حصل تسريب لبعض الادوات اللي بتستخدمها السي اي اي والناشونال سكيورتي ايجنسي او وكاله الامن القومي الامريكيه، التولز دي بتستخدم في اختراق الناس على الانترنت.
التولز دي كانت وكالات الاستخبارات الامريكيه بتستخدمها علشان تخترق حضرتك وتخترقني وتخترق اي حد في العالم من غير ما شركه مايكروسوفت نفسها تكون عارفه ان في ثغره في النظام الامني في النظام بتاع الاوبريتنج سيستم بتاعها او الويندوز تحديدا. تمام؟ مبدئيا يعني. فطبعا بما ان الشركه مش عارفه ان هي شركه مايكروسوفت فما نزلتش ابديت علشان الناس تعمل ابديت للسيستم بتاعها فتقوم ما يحصلش مشكله في السيستم. فلما تسربت الثغرات دي على ويكي ليكس بدا المجرمين يستغلوا الثغرات دي ويعملوا برامج خبيثه اللي هي الفيروسات دي تستغل الثغرات دي عشان تصيب عدد كبير جدا من الناس. دي كانت واحده منهم والموضوع عمل ضجه جامده لان الفيروس استغل ثغره من الثغرات دي اللي مايكروسوفت نفسها اساسا ما كانتش تعرف عنها. وبعدين فجاه مايكروسوفت عملت ابديت للمشكله ديت في مارس اللي فات، مارس اللي فات على طول ده. تمام؟ نعم. بس المشكله ان طبعا ناس كتير جدا لا بتعمل ابديت للسيستم ولا حد واخد باله من اي حاجه، ده غير ان احنا عندنا طبعا في منطقه الشرق الاوسط 90% من الناس ما بتشتريش برامج بالذات في مصر يعني. فبما ان انت ما بتشتريش برنامج فمش من حقك انك تعمل ابديت. فهتقابل مشكله كبيره جدا في قصه انك تعمل ابديت للسيستم اللي نعم. اللي هو اللي انت مركبه كده يعني مش ببلاش. نعم. تمام؟ المهم يعني لا انا في مشكله في الصوت يا استاذ محمد. لا انا بس احنا سامعينك بشكل واضح قوي. انا في سمع مزيكا يعني ما لا 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 مالكش دعوه بده، احنا سامعينك والمشاهدين سامعينك بشكل كويس. شباب تواصلوا مع دكتور محمد الجندي تاني. طيب انا احنا معاك يا دكتور محمد. طيب المهم ببساطه عشان بس ما انتوهش المشاهد، فلما اتسربت الحاجات دي بدات بس انا عايز اقول لك كده شكل تليفونك متراقب او مخترق يعني. ده اكيد ده اكيد ده موضوع مفروغ منه يعني. طيب. المهم يعني فاللي انا عايز اقول لحضرتك ان بدات لما انتشرت الثغرات دي بدا المجرمين يستغلوها علشان يقدروا يعملوا برامج تصيب ناس كتير جدا. الميزه بقى في الفيروس ده او العامل الضجه فيه انتشر انتشار النار في الهشيم لان مش كل الناس عملت ابديت للسيستم بتاعها. ثانيا هو كتير قوي من الناس مش مهتمه بالابديت اللي بينزل ده، غير ان انا قلت لحضرتك ان اغلب الناس بتستخدم برامج مقرصنه وحاجات زي كده. فطبعا ايه فرصه ان نعمل ابديت ديت مساله مش وارده يعني في حساباته يعني. الحاجه الاهم بقى اللي الناس كتير مش واخده بالها منها ان ده فيروس اسمه فيروس من نوعيه فيروسات الفيديا. يعني ايه فيروس الفيديا ده؟ ينزل على الكمبيوتر بتاع حضرتك وبعدين يروح مطلع لك رساله ويقول لك ان كل الملفات اللي على الكمبيوتر بتاعتك حطيناها انكريبشن يعني تشفير اتقفلت ومش هتقدر سعادتك تستخدم الملفات من غير ما تدفع فلوس على العنوان الالكتروني اللي قدامك ده. طبعا العنوان الالكتروني ده بيستخدم عمله من العملات الرقميه اللي منتشره في الدارك ويب اللي احنا اتكلمنا عليه مع حضرتك قبل كده وقلنا ان دي صعب تتبعها فعشان كده المجرمين بيستخدموها علشان يقدروا يحولوا فلوس لبعض ومحدش يبقى عارف مين بيدفع لمين يعني. يا تدفع يا اما ملفاتك تفضل مقفوله. فطبعا في ناس بدات تدفع على فكره يعني في حوالي تقريبا يعني جمعوا تقريبا حوالي تحت $50,000 من ساعه ما الموضوع اتعمل لغايه دلوقتي يعني برنامج يعني. تمام؟ ده مش مضمون طبعا انت لما تدفع فلوس انه هيفك لك الملفات بتاعتك. نعم. فطبعا الفكره الكبيره ان البحث اللي حضرتك قلته اللي هو الشاب اللي عنده 22 سنه اللي في بريطانيا هو فعلا بالصدفه البحث هو سجل اسم من اسماء المواقع الدومين يعني بالصدفه كان بيستخدموا الفيروس ده فوقف الفيروس الى حين يعني. لكن بعد كده المجرمين نزلوا فيرجن 2 نزلوا الاصدار الثاني من الفيروس وبدا الموضوع ينتشر انتشار نار في الهشيم لدرجه ان هو دلوقتي فيرجن 2 منه تقريبا الاصابات وصلت لحوالي 120,000 ضحيه على مستوى العالم في اكثر من 112 دوله يعني. كلمنا عن مصر دكتور محمد. مصر بالمناسبه يعني. كلمنا عن مصر. مصر فيها اصابات وانا بس انا للاسف الشديد ما اقدرش طبعا وكويس انك سالتني على مصر عشان فرصه بقى احنا مع بعض على الهواء يعني. اولا احنا عندنا اصابات في مصر بس طبعا لغايه دلوقتي ما فيش تاكيدات الاصابات ديت في انهي جهات يعني بشكل محدد. لكن انا متاكد زي ما قلت لسعادتك ان في اصابات عند الافراد، في اصابات عند جينات معينه، وفي اصابات داخل البنيه التحتيه. وانا متاكد ان في مشاكل في مصر لكن المشكله ان احنا ما عندناش شفافيه للمعلومات فاحنا مش عارفين. الكل بينفي الكل بينفي. لا ينفوا زي ما هم عايزين، ما اصل احنا دلوقتي مش عايشين في القرون الوسطى يعني المعلومات بقت موجوده في كل حته. وانا عايز اقول يعني انت ترى ان هناك مؤسسات او هيئات في مصر جرى ضرب الكمبيوتر بتاعها او السيستم بتاعها؟ طبعا انا متاكد زي ما قلت لحضرتك لان انا في ناس بتكلمني على مشاكل بتحصل لهم شخصيا يعني شغالين في اماكن جوه الدوله فانا عارف ان في مشاكل يعني طبعا ما اقدرش اقول اسامي بس بقول لحضرتك ان في مشاكل جواه والخرائط اللي موجوده للاصابات بتاعه الفيروس ده على مستوى العالم مصر فيها. الحاجه الاهم بقى فرصه وحضرتك معايا على الهواء انا عايز اسال بس يعني وزاره الاتصالات المعنيه بمثل هذه الاشياء فرق الاستجابه لمخاطر الكمبيوتر اللي موجوده في مصر المجلس الاعلى للامن السيبراني
لا اسكت الله لهم صوتا، يعني مش سامعين لهم اي صوت يعني في الازمه الكبيره اللي العالم كله عايش فيها دي. روسيا وامريكا بيترشقوا الاتهامات مع بعض، يعني شوف حضرتك الدول العظمى بتتكلم على ازمه بالحجم ده، فين المسؤولين بتوعنا؟ فين المسؤول؟ بس ايه رايك في الاسم المجلس الاعلى للامن السيبراني؟ والله انا مش معترض، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا ماده في الدستور بتقول ان الامن السيبراني او امن الفضاء الالكتروني يعني جزء من الامن القومي، طب ما نفعله. طيب يعني هو احنا بنسمع اكلاشات كبيره قوي بس للاسف مش عارف ليه ما حدش بيطبق الكلام ده في طيب اذا يعني. حتى هذه اللحظه لم يتم السيطره على هذا الفيروس؟ لا لا خالص، وموقع انه متوقع انه يزيد ومتوقع ان الاصابات تزيد. يبقى عندنا خسائر في العالم كله. طبعا اماكن حساسه على مستوى العالم على فكره، في وزارات كبيره. نقدر نقول مصدره امريكا دكتور محمد؟ ما انا بقول لحضرتك الادوات اللي اتسربت كانت بتستخدمها السي اي اي والناشونال سكيورتي ايجنسي. مين اللي عمل الفيروس اللي بيستخدم الاداه ده بقى اللي ما فيش عنه كلام محدد، لكن في اتهامات متبادله ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين روسيا. امريكا بتتهم روسيا ان هي استغلت الادوات اللي اتسربت وعملت الفيروس، وروسيا بتستغل الولايات المتحده ان هي كانت بتعمل الكود ده عشان تستغله ضد الناس، ومايكروسوفت بتتهم الاداره الامريكيه ان هم كان عندهم. خليني اضم صوت الصوت الدكتور محمد الجندي خبير امن المعلومات. علينا يبقى في شفافيه ونطلع كمؤسسات نعترف انه لو جرى اختراق الكمبيوتر بتاعنا او السيستم اللي احنا شغالين فيه، العالم كله بيعترف احنا لا. بقول لك يسيبك من كل الكلام ده وتعالى نتكلم في حاجه جميله قوي اسمها اشهر سبع اكلات مصريه، جايب لكم التاريخ بتاعها. عايز اقول لك طلع واحنا بنحصر ده عندنا اكلات كتير قوي، بس وقت البرنامج وفقره السبعه اسمها السبعه. تعالوا نبدا باول اكله اقول لكم تاريخها. الملوخية، طعام الملوك أم سم الهكسوس؟ دي أكلة قديمة قوي من أيام الفراعنة. أيام الفراعنة كان في نبات اسمه خية، ده النبات المصريين أو قدماء المصريين ما كانوش بيأكلوه، كانوا بيعتبروه نبات سام. لما جم الهكسوس مصر واحتلوها أجبروا المصريين على أنهم يأكلوا الخية، وقالوا لهم ملوخية يعني كلوا خية، كلوا الخية. من هنا جت كلمة الملوخية واللي هي أشهر أكلة عند المصريين. وفي قصة تانية للتسمية، قصة أيضا إنها إن اسمها ملوخية على أساس كان بيأكلها طعام الملوك، لكن الأصل فيها إنها أكلة فرعونية أو نبات فرعوني قديم. نروح لتاني أشهر أكلة وأقول لكم قصتها. الكشري، الأصل هندي والشهرة مصرية. أصل أكلة الكشري هندي من الهند. مجموعة من الهنود جم مصر في أوائل القرن الماضي، ومع الاحتلال البريطاني كان في جنود هنود، فكانوا عاملين أكلة مكونة من رز وعدس اسمها كوتشري. كوتشري احنا بنقول كوشري، احنا طبعا كمصريين لازم نحط التاتش، ايه كوتشري دي فسميناها كوشري، بس المصريين حبوا يحطوا التاتش، قال لك ايه رز وعدس ده، لا نحط عليها شويه حاجات تاني، ابتدوا يحطوا الحمص البصل الكلام ده. لكن لان كان في طلاينه في مصر والاكل معجبوا بيها الكوشري دي، فقرروا يضيفوا جزء من ثقافتهم اللي هي المكرونه. المكرونة أكلة إيطالية شهيرة بيعملوها بأصناف كتيرة جدا، فضافوا المكرونة. يعني إحنا جبنا من الهند الرز والعدس، الطلاينة حطوا المكرونة، إحنا حطينا بقى التاتش بتاعنا الحمص، الورد اللي هو البصل، وضفنا عليها الصلصة والدقة. دي تاني أشهر أكلة إحنا بناكلها. تعالوا نروح لتالت أشهر أكلة. عايز أقول لك حاجة، أكلاتك ليها تاريخ آلاف السنين. نروح لتالت أكل. الفول والطعمية، أصل المدمس وتاريخ الفلافل. الفول كلمة مصرية قديمة، وكلمة مدمس كلمة قبطية معناها المطمور، يعني المطبوخ تحت الأرض. كانوا بيسوي الفول ده تحت التراب وحواليه النار. ده يقال إن كان في واحد يوناني اسمه ديموس في 1700، الراجل ده عنده حمام بلدي
بيسخن ميه الحمام ليه؟ بالمخلفات، الزباله اللي بتتحرق لا مؤاخذه. فكر انه يسوي الفول جوه القدره او المكان او الانيه اللي يحط فيها الفول جوه النار الولع. خلي بالك المستورد ده موجود لحد دلوقتي في اكتر من مستورد في مصر، خاصه في الحمامات البلده. الراجل ده هو سبب ان احنا ناكل الفول في القدره. احفظوا اسمه، اسمه ديموس. ومن هنا جاءت كلمه مدمس. ده جزء تاني للتفسير غير الكلمه الاولانيه، ان مدمس اصلها كلمه قبطيه. اما الطعميه يقال انها كباب الفقراء او كباب الاقباط، لانهم كانوا بياكلوها ايام الصيام. تعالوا نروح لرابع اكله. الفسيخ قربان الآلهة الذي ورثت صناعته نبروه. إسنا اللي موجودة في محافظة الأقصر هي أول المدينة ظهرت فيها أكلة الفسيخ. أكل الفسيخ طقس من طقوس المصريين في أكلهم في عيد شم النسيم. بس اللي طلع لنا الأكلة دي من 5000 سنة أهالي إسنا، هم اللي عملوا لنا الفسيخ. واحنا طبعا توارثنا هذه الاكله حتى الان، وبقت مرتبطه بشم النسيم، والفسيخ اكله مصريه 100%. تعالوا نروح لخامس اشهر اكله مصريه. البصاره وجبه تاريخيه 5000 سنه. عايز اقرا لكم اصل كلمه البصاره. بيصوروا، بيصوروا دي أكلة شعب أيام الفراعنة، ومعناها الفول المطبوخ، أكلة فرعونية قديمة. دي كان أصل أكل دي أكلة نباتية تماما صحية 100%، وأكلة مشهورة من أيام الفراعنة. تعالوا نروح، ودي تاريخها 5000 سنة. تعالوا نروح نشوف سادس أكلة. المحشي أكلة الباب العالي على طبلية المصريين. المحشي دي أكلة ذات أصول عثمانية، جاءت لنا مع الاحتلال العثماني، والعثمانيين كانوا بيسموا المحشي الظلمة، وبعض الطبقات الكلاس يعني بيسموه لا يزالوا الظلمة. المحشي جالنا مع الأتراك أو مع الدولة العثمانية، بس احنا ابتدينا نطوره ونغير فيه، لنا تاتش مصري. فبقى عندنا الكرنب، ورق العنب، الكوسة، البتنجان، الممبار. احنا تقريبا حشينا كل حاجة فيك يا بلد. أكلة المحشي أكلة أساسها تركي، لكن احنا ادينا لها المذاق المصري. تعالوا نروح للأكلة الأخيرة. المسقعة لمسة مصرية غيرت بوصلة الباذنجان. أصول أكلة المسقعة تروح إلى اليونان وتركيا، يعني هي مش أكلة مصرية، لكن اليونان والأتراك جابوها لنا مصر. بعض الدول العربية بيأكلوا المسقعة باردة، فلسطين بيضيفوا ليها الحمص، اليونان ولبنان بيضيفوا ليها الطماطم والبصل واللحمة واللبن والخيار، في سوريا بيسموها المطبق، وفي تركيا بتعد عن طريق القلي وتقدم وتؤكل عندما تبرد. لكن أصل الكلمة راجع لكلمة صقيع. ليه؟ لأنها بتؤكل في أغلب الدول بشكل بارد. عايز أقول لكم في أكل تاني شهير زي أم علي، ودي نوع من الحلوى مشهورة أيضا، وعندنا المشلتت أصله مصري، الكشك أكلة أيضا مصرية. خلونا بقى قبل ما نطلع فاصل نشوف يا شباب فيديو جميل كده عن تقرير عن الفوانيس بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم. جاهزين يا شباب؟ نشوف تقرير عن الفوانيس، كلها أيام معدودة بإذن الله ويهل هلال الشهر الكريم. التقرير جاهز؟ يلا. وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوي نظر يا رمضان.
بقاله زمان. وهي هنا الورشة بقى لها حوالي يمكن أكتر من 100 عام. يعتبر من أقدم ورش الفوانيس في مصر. هنا الورشة إحنا بصينا عن جدتي أم والدي. جدتي هي اللي كانت هي اللي هوى الشغلانة. لا الفوانيس الصاج هو أصلاً يعني لازم يبقى عليه الإقبال أكتر حاجة، لأن هو أساس رمضان. الفوانيس الصاج، الفوانيس الصاج هو فرحة رمضان، هو بهجة رمضان الفوانيس الصاج بتاعنا. لكن الفوانيس الصيني ديت ولا ليها اي دعوه، ولا ليها دعوه ببهجه رمضان ولا بفرحه رمضان، ليها باطفال مش اكتر. هو طبعا السعر اترفع بسبب ارتفاع بسبب الحاله الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد. اصل هو يعني بقى بكام؟ يعني هي الحاجه غليت علينا احنا تقريبا 150% او 200%. احنا بنحاول على قد ما نقدر ما نغليش قوي، لان اصلا ما فيش حركه اصلا. يعني في فانوس ممكن يبدا مثلا في سعر الفانوس ممكن يبدا من 30 جنيه لحد ممكن 2000 جنيه. محلى صيامك بصحة وعد نبني وصالك بالروح والمال وحاوي يا وحاوي. رحت يا شعبان امبارح واحنا كنا بنتكلم عن وجود السيد رئيس الجمهوريه في قنا وسوهاج وافتتاح عدد من المشاريع، كنا عايزين نعمل فقره مهمه عن ازاي ننمي الصعيد. بنتهز فرصه زياره رئيس الجمهوريه والحكومه، ولازم فعلا نفتح ملف ازاي ننمي الصعيد. الصعيد مش هيبقى مجرد شبكه طرق، عايزين مصانع. فقلنا نجيب 2 من اهل الصعيد والمتخصصين، وهنفتح تليفونات امام حضراتكم اهالينا في الصعيد، نتكلم ازاي نساعد الحكومه، نقدم لها رؤيه تصور. بعد الفاصل هيشرفني دكتور صلاح هاشم مؤسس الاتحاد العام للسياسات والتنمويه والحمايه المجتمعيه، وشرفني ايضا طيار عبد الحميد حسن رئيس جمعيه تنميه الصعيد بقنا، وفقره عن ازاي ننمي الصعيد بجد اللي بقاله عشرات السنين مركون زي ما هو. نطلع فاصل. بعد الفاصل، كابتن طيار عبد الحميد حسن رئيس جمعية تنمية الصعيد بقنا، أسس حسن جبهة حقوق الصعيد للمطالبة بإخراج الصعيد من حالة التهميش السياسي والاقتصادي. ويرى حسن أن تهميش الصعيد بدأ منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم زاد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأن الصعيد كان بالنسبة للحزب الوطني مجرد عدد أصوات في الانتخابات فقط. ويقول حسن إن تهميش الصعيد غير مقصود، لكن بسبب عدم إلقاء أحد الضوء عليه مما أدى إلى ارتفاع نسب الفقر التي وصلت إلى 60% في أسيوط وقنا، وأن معدل النمو 1% فقط. الدكتور صلاح هاشم مؤسس والأمين العام للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية المجتمعية، وأستاذ التخطيط التنموي بجامعة الفيوم. تولى هاشم العديد من المناصب المحلية والدولية، من بينها ممثل مصر في المجلس العالمي للخدمة الاجتماعية، وعضو اللجنة العليا لبرنامج التنمية الريفية المتكاملة بأمانة مجلس الوزراء. ويرى هاشم أن هناك اهتماماً الآن من الدولة ورئيس الجمهورية بتنمية إقليم الصعيد، مشيراً إلى أن المدن الصناعية في الصعيد لا تعمل سوى 10% فقط من طاقتها، مطالبا بضرورة إعطاء تشغيل هذه المناطق الأولوية بدلا من الاتجاه لإنشاء مدن صناعية جديدة بالمدن الجديدة. شك فيه أن أبناء الصعيد يعانون من التهميش لسنوات طويلة قد تصل إلى أكثر من 40 عاما، وتحديدا منذ اهتمام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي منح أهالي الصعيد ضمن قانون الإرشاد الزراعي 5 أفدنة لكل فلاح، فضلا عن إنشاء مصانع السكر والأسمنت والألومنيوم. لكن على مدار فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات لم يجد الصعيد أي اهتمام من الدولة، وزادت حدة التهميش خلال 30 عاما من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي لم يعطي أي أولوية لأهالي الصعيد في التنمية سواء على مستوى الزراعة أو الصناعة أو البنية التحتية. وإن كان هناك بعض المحاولات الضعيفة للتنمية في الصعيد،
لكنها لم تغني أو تسمن من جوع، حيث تسبب التهميش في ارتفاع نسب الفقر، حيث تحتل محافظات وقرى الصعيد الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية، وهو ما أعلن عنه مؤخراً المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن نسبة الفقر وصلت إلى 27.8% على مستوى الجمهورية، وأن ريف الصعيد هو أكثر المناطق التي تعاني من الفقر على مستوى الجمهورية. ونبه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة إلى خطر تهميش الصعيد، وهو ما دعا الرئيس إلى إجراء جولة في صعيد مصر للإعلان عن خطط ومشروعات الدولة التنموية للصعيد. وأمام هذا ينتظر أهل الصعيد الخروج من مرحلة التهميش إلى مرحلة التنمية. أوعدك بأن الفقرة دي مش هتكون مندبة. الرسالة طبعا لأهلينا في الصعيد، ونتكلم على الصعيد المهمل واللي مركون بقاله سنوات وكلام. عايزين نبني على اللي حصل امبارح، نبني على اللي حصل امبارح. عندك رئيس جمهورية وحكومة بالكامل، وإزاي نقدر نطور على ما تم بناء. أنا فرحان بالكباري اللي اتعملت فينا، مفيش استثمار هيجي اللي ما يبقى في شبكة طرق، مبسوط إن في 105 صومعة، يعني الدنيا بتتحرك. طيب ما تيجي بقى ناخد ايدينا في ايدين بعض ونروح للحكومه ونقول لها لا، الصعيد جاذب فعلا للاستثمار، ازاي تحطيه على الخريطه دي؟ ازاي تعيدي توزيع معدلات الانفاق على التنميه وتعديلي ما بين المواطن في بحري وابلي؟ خلوني في البدايه ارحب بضيوفي الاعزاء الصعايده، استاذ دكتور صلاح هاشم استاذ التنميه والتخطيط بجامعه الفيوم، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. وكابتن طيار عبد الحميد حسن الصعيدي لقبا و موطنا ومؤسس جمعيه تنميه الصعيد، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. في البدايه دكتور صلاح، انا عاوز اعرف هل هناك فرص تنميه حقيقيه في الصعيد، بحيث لما احنا نقول احنا عايزين نوجه استثمار في الصعيد هنلاقي فعلا؟ الصعيد طبعا عايز اقول انه طول حياته كان سله الغلال اللي بتاكل مصر وبتاكل كمان العالم اللي حواليها. يعني التاريخ مصر القديم يشهد ان منطقه الصعيد هي كانت الدوله المصريه الحقيقيه التي كانت بمثابه سله الغلال، مش بس للوجه البحري، كانت كمان لبلاد النوبه وكمان حتى للدول الثانيه سواء الدول الاستعماريه او حتى الدول العربيه في العصر الحديث. من ناحيه في فرص، طبعا في فرص ولكن هناك ايضا تحديات. بس لو جينا نتكلم عن الفرص هنتكلم ان احنا عندنا مدن صناعيه موجود، اكبر عدد من المدن الصناعيه موجود في الصعيد، لكن للاسف الشديد ان هذه المدن الصناعيه الموجوده تمام الذي يعمل منها حوالي 10%، وانه الحتى اللي شغال منها قوة التشغيل والإنتاج بتاعتها لا تتجاوز 25%. اديني أسباب لماذا 10% ولماذا قوة التشغيل 25%؟ هنضرب مثلا مثال، مثلا عندنا محافظة أسيوط مثلا كمحافظة من ضمن المحافظات، عدد المصانع فيها حوالي 825 مصنع، متوقف منها 340 مصنع، يعني 40% من مصانع محافظة واحدة متوقفة. السبب إيه؟ السبب ثلاث حاجات. أول حاجة طبعا البنية التحتية تكاد تكون منهارة، المرافق مش موجودة، في امور متعلقه بالتراخيص، هتلاقي انه مفيش حد بياخد ترخيص فوريفر يعني للابد، الترخيص مدته سنتين، عشان تبدا تجدد التراخيص بتدخل في حلقه كبيره جدا من عمليات الفساد من صغار الموظفين، ده بتؤثر بشكل اكبر على مساله عمليه الانتاج والاستمرار. الحاجه الثانيه انه مدخلات العمليات الانتاجيه الموجوده او اللازمه لعمليه التشغيل هذه المصانع دايما بتاتي من اما من الدلتا او من اماكن اخرى، بالاضافه كمان ان القوى العامله التي تتطلب هذه المصانع تشغيلها بتكون من الدلتا وليس من الصعيد، لان ابناء الصعيد لم يتم تدريبهم للعمل في هذه المصانع، وبالتالي فرص العمل اللي موجوده في الصعيد بيستغلها ابناء الوجه البحري. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه الانتقالات ما فيش معارض كمان، ده متغير اساسي، ان تسويق منتجات هذه المصانع عمليه صعبه جدا وتتطلب الى وسائل نقل في ظل ارتفاع عمليه الطاقه ونقل العمال من الصعيد الى وجه البحري والعكس صحيح، ده بيكون تكلفه عاليه جدا على المستثمرين، وده بيؤدي بشكل كبير الى شبه خساره او عزوف بعض المستثمرين عن الاستمرار في عمليات الانتاج في محافظه الصعيد. هروح لكابتن طيار عبد الحميد حسن مؤسس جمعيه تنميه الصعيد. يبدو من الاسم ان انتم عايزين تعملوا تنميه في الصعيد. الجمعيه دي مؤسسه بقى لها كام سنه؟
دي أشهرناها في إبريل 2014 في نقابة الصحفيين، كان أول مؤتمر ودعينا فيه كل رموز الصعيد. يعني تقريبا من 3 سنين. تمام، بس طيب. شوية من قبل كده يعني. بس عندكم كده تصورات، دراسات، تمام، خطط، تمام، علشان تنموا الصعيد. تمام. اديني أمثلة ونماذج. في البداية بحب أمسي على المصري أفندي المحترم، الشعب المصري شعوب محترمة وناس محترمة. أنا مش هتكلم النهاردة على تهميش الصعيد والحزن اللي فات. خلينا نكون إيجابيين. الأمل اللي جاي، تنمية الصعيد بدأت امبارح 14 مايو 2017 بزيارة السيد الرئيس. نعم. لو احنا بصينا لورا على مشاكل الصعيد وتهميش الصعيد، هيبقى النفس فيه حاجة مش كويسة من الداخل. نعم. هتبقى العملية مش لطيفة. فاحنا بصرف النظر عن التهميش اللي مش من 40 سنة بل مئات السنين. والصعيد ده كان في يوم من الايام الاقصر دي كانت اسمها طيب عاصمه مصر لحد الاسره السادسه الفرعونيه. يعني الصعيد ده في يوم من الايام كان هو البريق بتاع مصر كلها، كان في الصعيد. اهمل وتم تهميشه لظروف الماء، خلاص ننسى الماضي وهنبدا. السيد الرئيس امبارح عمل بنيه تحتيه قويه جدا في الصعيد، والناس اللي هي بتخالف القانون اللي هم وحوش الاراضي اللي هم خدوا الاراضي بوضع اليد وحرموا منها ابناء الصعيد، خد موقف معاهم الرئيس امبارح. ده يعني في كل محافظات كل مصر. محافظات مصر. لان هي بس الظاهره دي موجوده في الصعيد جدا موجودة. يعني ما اقول لحضرتك امبارح الاخ حمام اللي اتكلم مع السيد الرئيس قال انه في حوالي 5000 فدان تم استصلاحهم محرمين منهم ابناء القريه اللي هي المراجده. يعني ابناء القريه المفروض هم الاولى بالاراضي دي عشان يزرعوها، وخاصه ان في محافظات فقيره. في محافظه سوهاج وهنا اكبر نسبه للفقر تتعدى 60% تقريبا يعني، واسيوط اعلى محافظه فقرا. فاحنا دلوقتي عايزين نبدا صفحة جديدة. التنمية في الصعيد، التنمية في الصعيد سهلة جدا. بنية أساسية، الدولة هتعمل جزء من البنية الأساسية وجزء يعملوه المستثمرين. لازم يكون الصعيد ده في حد حاجة تجذب المستثمر عشان يروح يستثمر. وامبارح أنا أطلقت نداء كده على الهواء، الجماعة اللي هم حبايبنا اللي هم رجال الأعمال اللي أصلهم من الصعيد، تعالوا استثمروا في الصعيد. يعني مفيش مصانع قويه في الصعيد. انا اقترحت امبارح قلت لهم تعالوا نعمل مصنع صلصه في الصعيد على اساس احنا بنزرع الطماطم هناك. مفيش مصانع سيراميك في الصعيد، في بدايه مصنع لسه هيتم انشاءه قريب. مفيش مصانع اساس، والنهارده ان شاء الله يعني هيبقى في تدشين اول مصنع اساس بعد الموافقات، وبعد ما الراجل اللي هو هيتم باسمه المصنع هيطلع ان شاء الله دلوقتي معانا على التليفون لو بعد اذن حضرتك هيقول لك هنعمل ايه. في مدن صناعيه قويه جدا في الصعيد. انا هتكلم على المدينه الصناعيه اللي هي قفط اللي انا منها، فيها مدينة صناعية ضخمة جدا واعدة، فيها بنية أساسية بس للأسف ما فيهاش استثمارات إلا ضعيفة. ليه؟ لازم يكون في بنية قوية جدا. لازم أدي للمستثمر مكان، المكان ده فيه شارع، فيه تليفون، فيه مية، وأقول له تعالى استثمر وابدأ اشتغل وابدأ سوى. ده مش موجود دلوقتي، هو موجود ضعيف. وكمان الناحية الإعلامية يعني التركيز الإعلامي على الصعيد برضو ضعيف. ما انت احنا عندنا الصعيد الأقصر وأسوان. لا بالعكس، انت عندك 8 محافظات في الصعيد مصر، يعني تقريبا تقترب من ثلث الدوله في الصعيد. من اول الفيوم، من اول الفيوم لحد اسوان. ده صعيد، في محافظات واعده في الصعيد. ربنا ادى للصعيد ده ثروه معدنيه عنيفه جدا. يعني عندك اسوان، الجرانيت بتاع اسوان بيتصدر في العالم كله، انا بشوفه. طب ليه ما نعملش في اسوان؟ احنا هنا عندنا شقه تعبان في القاهره. بنصنع الرخام والجرانيت والحاجات دي، طب ما نعمل في اسوان الكلام ده. مصانع الالمون، مطور مصانع الالمون ومصانع السكر العمال عبد الناصر. تمام. يعني في بنيه اساسيه في الصعيد ضعيفه، دي الدوله فايدتها او اهم حاجه تعمل بنيه اساسيه قويه. انت مستثمر لازم تيجي، ما الدوله مش هتعمل كل حاجه، وظروف الدوله حاليا برضو في ازمه اقتصاديه عندنا. احنا من نفسنا نساعد بعض، واحنا بناعد اهو كشباب مع الساده المحافظين، اي مستثمر عايز يجي يعمل مشروع واحنا على الهوا اهو، احنا كشباب تحت رجليه وهنساعد معاه زي ما هو عايز. بس احنا مش عايزين الفاظ، يعني مجرد انشاء او تعبير. انا كمستثمر عايز اضمن فلوسي ترجع لي ومكسبها. اقول لحضرتك حاجه وانا بقولها اهو، وانا يعني مش في منصب ولا اي حاجه. الدكتور صلاح بيتكلم ان ربما الشباب في الصعيد غير مؤهل او مدرب. يا فندم ما هو مش مؤهل او مدرب عشان مش مفيش فرصه. انت بتجيب لي واحد مهمش من 100 سنه وعايز بكره مره واحده. طب ما ده دور الحكومه تعمل لي
تأهيل كوادر. طبعا ما هو التأهيل هيجي ازاي؟ انا عملت مصنع سيراميك مثلا في الصعيد، مصنع السيراميك ده فيه مستثمر، المستثمر هيدرب الشباب عشان يشتغلوا في المصنع. نعم. مصنع زي الاساس ده اللي ان شاء الله المفروض هيتعمل، الراجل اللي هو اللي هيعمل المصنع ده او المستثمر هيجيب ناس يدربهم على الاساس. نعم. يعني انت التدريب ده دايما مرتبط بالمكان او المنشاه اللي هتتعمل عشان ادرب فيها الناس. طب ما فيش منشاه يبقى هدرب الناس ليه؟ فاللي هو بيجي يستثمر هو بيبقى عنده خطه تدريبيه للناس اللي هتشتغل عنده. نعم. فالصعيد واعد ولكن محتاج خطه، محتاج السادة المحافظين مع احترامي ليهم والعلاقة بيهم كلها كويسة، يبقى في شغل. السيد الرئيس جه امبارح اظن في يعني اللي يتصور او عايز يشوف الايحاءات اللي كانت على 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 وش الرئيس. نعم. واضحة عايزين نشتغل. طب نشتغل ازاي؟ نعمل بنية اساسية الدولة بدأت فيها، نجيب مستثمر يشتغل، احنا نساعد المحافظ بتاع الاقليم المسؤول قبل الرئيس عن المحافظة لانه هو الايده في الموضوع، اللي هي فكرة المركزية بس تروح له. مش كده؟ هروح لدكتور صلاح. قانون الاستثمار طلع من كام يوم بيدي حوافز قوية للمستثمرين للصعيد، بس أنا قريت نفس الكلام ده من سنين كتيرة من أيام السادات وعبد ومبارك. صحيح. لكن رغم هذه الإعفاءات لماذا لا يذهب المستثمر بحماس أكبر في الصعيد ويفضل وجه البحر؟ دخلنا في التحديات على طول. يعني كنت لسه حابب أن أنا أكمل الفرص اللي موجودة يعني. لكن برضو يعني قانون الاستثمار بمنتهى الحيادية بيخدم المستثمر الأجنبي أكتر من المستثمر المحلي، وخلينا لازم نعترف بهذه النقطة. وأنا عملت دراسة دقيقة جدا لهذا لهذا القانون. الحاجة الثانية أنه قانون الاستثمار مش كله بيتطبق على المحافظات بنفس الأهمية. وبقول لك مثلا في دعم مثلا وتسهيلات لمحافظات معينة محددها الدولة بسميها الأولى بالتنمية أو الأولى بالرعاية. كم محافظة في الصعيد تم تحديدها بهذا الشكل؟ وهل نفس المحافظات لو أنا اديتها الدعم بشكل متساوي هتقدر تستفيد من نفس المزايا بنفس الدرجة أو لا؟ خلينا عشان ما توش المشاوة توا حضرتك، عايز أقول أنه الحكومة المصرية لا تملك رؤية واضحة من الهدف من تنمية الصعيد. لما تسأل رئيس الوزراء أو تسأل مسؤول تقول له أنت عايز تنمي الصعيد، إيه الهدف منه؟ عشان أشغل الناس، عشان بعد ما وعشان ما يبقاش طارد. ما هو حضرتك للأسف أنه كله بيعمل في الجزر المنعزلة وما عندوش رؤية. أنا عايز أحول الصعيد إلى طاقة إنتاجية كبيرة جدا أنه يشبع احتياجاته الذاتية وما يمثلش عبء على محافظات الوجه البحري، وحل ولا حل مشكلة الفقر اللي فيه، ولا حوله زي ما قلت لك إلى طاقة إنتاجية. هو لحد دلوقتي الدولة ما حددتش، لو أن هي عايزة تحل مشكلة الفقر بس هتلاقيها ركزت على مشروع تكافل وكرامة وهتدي مسؤول دعم النقدي وتركز على محافظات الصعيد زي ما هو حصل خلال السنتين اللي فاتوا. لكن لو أنا عايز أتكلم على أن تحويل الصعيد إلى طاقة إنتاجية كبيرة جدا تقدر تخدم على الصعيد وتخدم على الوجه البحري، لأن معدلات الفقر اللي موجودة في الصعيد إذا كانت المؤشر العام بالنسبة لمصر 27.8 وفقا لإحصائيات 2015 فهي كانت في نفس التوقيت في الصعيد 48%. عايز أقول لك بعد انخفاض قيمة الجنيه 66% الصعيد وسوهاج في المرحلة الأولى عندك قيمة 57%، وبالتالي أن أفقر ثلاث محافظات هتلاقي أسيوط سوهاج قنا الصعيد، رغم ان عندهم مدن صناعية. يعني احنا عندنا زي ما كنت بتكلم عن أسيوط من شوية بقول لحضرتك أسيوط فيها 825 مصنع متوقف منهم 330 مصنع بسبب الأسباب اللي قلتها لحضرتك، فيها 6 مدن فاضيين يستوعبوا مصانع جديدة. حجم الاستثمارات اللي ممكن تتم في سوهاج وأسوان بس بالدراسة بالورقة والقلم 110 مليار جنيه سنويا. يعني عندي فرص استثمارية موجودة في محافظتين زي سوهاج وأسوان ب 110 يجيبوا سنويا دخل للبلد أو في الناتج المحلي الإجمالي المحلي بالنسبة لمصر حوالي 110 مليار جنيه سنويا. طب رغم ده برضو مفيش استثمار. مفيش استثمار، لأنه أولا زي ما قلت حضرتك أنت ركزت على نقطة وركزت مع الكابتن فيها أنه غياب القوة المدربة. يعني إذا كنت أنت مثلا هتدي تسهيلات لرجال الأعمال الأجانب إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات ده بصفة عامة، وانا شفت بعض رجال الاعمال اللي هم الاجانب اللي بيشتغلوا في مصر بيجوا 10 سنوات يستفيدوا من الاعفاءات الضريبيه والتامينات ويمشوا شوف دوله تانية وبعدين يرجع من جديد تاني عشان ياخد 10 سنوات جديده. انا كمصري ما استفدتش منه. انا هطلب حاجه واحده بس، انه اللي يفتح مصنع اول حاجه في الصعيد انه لازم يعفى لمده 10 سنوات من الضرايب، ياخد دعم كامل للطاقه
علشان يقدر يستوعب العماله الموجوده. اعفاء من التامينات وقانون الاستثمار على فكره بيتضمن هذه الميزه انه يعفي من التامينات على العمال، بس في مقابل التسهيلات اللي هو بياخدها دي لازم يفتح مركز تدريب صغير كده انه يبني قدرات الشباب اللي موجوده واهلهم على المهن الجديده. لو حضرتك فاكر الست بتاعت الفيوم اللي اسمها ايفيلين اللي راحت قريه تونس وكانت قريه وكانت جايه من هولندا ولا عندها اي حاجه الشباب. خالص قالت لهم ادوني مكان وادوني شباب بس مش محتاجه منكم اكتر من كده، ادوها حته بيت صغير علمتهم صناعه الخزف، بقت من افضل صناع الخزف هي وابناء الفيوم في العالم. واخد بالك احنا محتاجين بس مركز، انا هعفيك من الضرائب، هعفيك من التامينات، هديك دعم، بس اعمل لي مركز تدريب صغير باستمرار ينتج لي كوادر ومش هلزمك بتشغيلهم عشان ما تقعدش تقول لي مش هشغلك. انت بتطالب اعفاء ضرائب ولا اعفاء تامينات؟ اعفاء ضرائب على فكره قانون الاستثمار يشمل. بس ازاي يعفي تامينات؟ مش ده تامين ليا كعامل؟ الدوله هتتحمل تامين العمال لمده الدوله هتتحمل التامينات وفق قانون الاستثمار الجديد. نعم. هتتحمل، بس انا عايز اخص ابناء الصعيد بهذا الكلام. يعني مثلا اقول لحضرتك حاجه، في قانون اللي هو ان الارض بالمجان، يعني لما الرئيس في مؤتمر الشباب قال هندي الارض بالمجان بالنسبه للراغبين للاستثمار في الصعيد، على طول الدراسات قالت انه معدل الاستثمار في الصعيد هيزيد 60%. طيب هل كل المحافظات ممكن تستفيد من هذا القرار؟ هقول لك مش كل المحافظات. اسيوط ما عندهاش اراضي. اسيوط ما عندهاش اراضي، وعندك في اسوان عندهم اراضي بس اراضي حجريه، استصلاح المتر الواحد بيكلف من 400 ل 600 جنيه، واخد بالك؟ وبالتالي هو ما خدهاش مجاني، يعني انت لو بعتها له هتكون ارخص، لانه هو هيدفع، انت لو صلحتها وبعتها له هتبقى ارخص، لكن هو عشان بس يمهدها للاستزراع دي بس هتوصل الى من 400 ل 600 جنيه المتر الواحد. عندك صناعات ثانيه بدانا بيها، احنا عندنا من اكثر الصناعات اللي هي رواجا والفرص الاستثماريه الموجوده في الصعيد اللي هي التعدين، عندك الاسمده وعندك الاسماس وعندك السيراميك موجوده في سوهاج نقدر نعملها. اعلنا من سنتين هنفتح مصنع للالكترونيات وقطع غيار السيارات في اسيوط، وده كان هيغذي مصر كلها، والبنيه اتعملت وخلاص. وماذا حدث؟ ولا حاجه، اتوقف. عايزين نسال على الهوا المسؤولين عن تنميه الصعيد، لماذا لم يتم تشغيل مصنع الالكترونيات وقطع غيار السيارات اللي خدنا عليه موافقه في اسيوط من سنتين؟ فين احنا بنفتح؟ انا مش عايز اقول عايزين نبقى بعيد عن فكره الظاهره الصوتيه، ان احنا نبدا ندي تصريحات وندي مزايا على الهواء، وبمجرد ان عندي التنفيذ، يعني مجرد البرنامج يخلص خلاص احنا مش هنعرف بعض دلوقتي. لكن فكره المتابعه مش المهم حضرتك استاذ محمد ان احنا نصدر قرار او ناخد قرار، عايز المهم احنا ازاي نتابع تنفيذه. انا مش بس الرئيس هيشتغل لوحده، هيئه تنميه الصعيد حلو قوي تم توكينها، فين الناس؟ فين الناس اللي موجوده؟ ومين الناس اللي اتخذت؟ وعلى اي اساس؟ ومؤهلاتهم ايه؟ وايه خططهم المستقبليه؟ وايه معايير اختيارهم علشان يقدروا للصعيد؟ هل كلهم من ابناء الصعيد ولا تم استيرادهم من محافظات تانية؟ ودي المشكله، ان احنا القليل من ابناء الصعيد هم اللي بيقودوا محافظات الصعيد، وده عامل ازمه، لان الصعيد له ثقافه مختلفه عن ثقافة باقي محافظات مصر، لو ثقافته له تقاليده له عاداته، القليل منهم هو اللي نجح زي اللي هو عادل لبيب او اللي هو سمير فرج او حتى عبد الرحيم شحاته في محافظة الفيوم زي ما قلنا قبل كده، لكن الباقي كله فين القيادات اللي موجودة من خارج محافظات الصعيد علشان تفهم ثقافة الصعيد وتتعامل معاها؟ محتاجة شهور وسنوات طويلة قبل ما يحاول يفهم يكون الحكومة اتغيرت والمحافظة. خلينا نتوقف، أخذ على التليفون أحد مستثمر الصعيد الأستاذ محمد النجار. مساء الفل أستاذ محمد. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، مبروك عليكم زيارة الرئيس، ونتمنى أنها تكون فاتحة خير والحكومة تبص لكم بعين الرضا بإذن الله. احنا التنمية بالنسبة لنا في الصعيد حلم. نعم. ونتمنى يكون يعني زيارة السيد الرئيس بداية تحقيق الحلم عندنا في الصعيد وخاصة في محافظة جنة، يكون 14 مايو ده عيد للتنمية في جنوب الصعيد إن شاء الله. بل عرفنا من كابتن طيار عبد الحميد حسن إن في مشروع حضرتك هتعلنه النهاردة في البرنامج يتعلق بأحد الصناعات المهمة، ما هو وما تفاصيله؟ بإذن الله. أولا تحياتي للمصر فندي مصر بشخص حضرتك وللدكتور صلاح وكابتن عبد الحميد. أهلا بك. بالنسبة للمشروع اللي عندي فيه، أنا عندي المنطقة الصناعية في مدينة قفط. تمام حضرتك؟ نعم. يعني أنا شغلي في الأساس وأعمال النجارة المتكاملة. فيعني أنا عايز أعمل مشروع أساس متكامل يغطي
محافظة جنة بل يعني وجنوب الصعيد كمان يعني. نعم. تمام حضرتك؟ ده أنت لسه تنوي عمله. لا يا سعادتك أنا على استلم الأرض عشان خاطر أعمل مشروع فيها، أنا عندي في المنطقة الصناعية في جفت. نعم. حاليا ليها فترة مفيش تسليم أراضي أو تخصيص حضرتك. مفيش تسليم أراضي؟ يعني ندره في الاراضي الصناعيه عايزين نسلمها عشان هي بشيء. موجوده المساحات سعادتك في المنطقه الصناعيه، والمنطقه الصناعيه عندي في جفت فيها مجموعه من المصانع وفيها مساحات لسه ما استغلتش يعني. طيب هتاخد الارض امتى يا استاذ محمد؟ يا سيدي انا اهو انا يعني اتمنى ان صوتي يوصل للسيد الوزير المحافظ، ها وانا مستعد لو استلمت الارض النهارده حاسبوني بعد سنه سنه الانتاج، وتاجي حضراتكم وشوفوا الانتاج بنفسكم اللي هو يعني اساس. طب لما يعني انت رحت لمحافظ هنا قال لك ايه؟ حاليا ما فيش، قالوا لي كل ليها فتره ما فيش اراضي حاليا، وبعد كده قالوا لا ده هيحولوها من استثمار هيحولوها للتنميه الصناعيه، لما تمسكها التنميه الصناعيه تقدم طلب وكده ودراسات وكلام من ده. انا بشكرك استاذ محمد نجار، بس عايز ارجع ليك استاذ عبد الحميد، يعني ايه عندي مستثمر عايز يعمل مشروع ومعاه فلوسه ودراسه جدوته ومش لاقي ارض؟ هي دي البيروقراطيه. البيروقراطيه ده بيقول لك الارض موجوده. انا بقول لحضرتك المدينه الصناعيه دي في قفط، يعني الاستاذ محمد ده من زمان هو واسرته في الاساس هو عايز يستلم ارض. مش يستلم ارض، اوريدي الارض موجوده على فكره والبنيه الاساسيه موجوده، انما نعم. كتر كذا كذا جهه لازم توافق على انه يستلم الارض. جهه صناعيه وجهه ما اعرفش ايه وجهه مش ملل. انت عندك المكان، ما تسلم الراجل المكان ويشتغل. ما هالمشكله في ايه؟ الروتين ده هو اللي ودانا في داهيه، والروتين ده بالذات في صعيد مصر كل واحد خايف يمضي على حاجه معينه. طب ما انت خلاص يعني المحافظين بيخافوا يمضوا على الورق. مش عايز اقول بيخافوا، انا برضو ليا تعليق صغير جدا. اقول لحضرتك حاجه، المحافظ ده مهم جدا يبقى المحافظ في المحافظه بتاعته قوي جدا وراجل عنده درايه. ما تجيبش محافظ من اللي بيتم تكريمهم، وان انا ودي ودي كانت ازمتنا زمان، من يتم تكريمه او معاقبته يودوه الصعيد. في تجربه كانت ناجحه جدا في صعيد مصر. مين؟ وانا هقولها اول مره الثانيه ودكتور صلاح اللي هو عادل لبيب محافظ هنا. ده جينا دي بتاعتنا خدت جوائز بالهبل في البيئه والقياده الايزو وكل حاجه. طب ليه ما نقعدش مع الراجل ده؟ هو كان وزير تنميه محليه، نقعد معاه ونقول له انت التجربه بتاعت جينا دي وصلت لها ازاي؟ وممكن يحاضر او يدي محاضرات للمحافظين برضو الموجودين، مش عيب طبعا ان انا عايز اخلي اسوان زي جنة، عايز اخلي الاقصر زي جنة، عايز اخلي اسواق زي جنة، ايه العيب في كده؟ احنا لازم ننسف البيروقراطيه دي خالص. انت مستثمر وجاي عايز تاخد مشروع، يروح للسيد المحافظ، السيد المحافظ عنده فري هاند ان هو يمضي له اتفضل تعالى هسلمك الارض. حتى لو رئيس الجمهوريه قال كده وقال للمحافظ عنده صلاحيه محدش بينفذ. لو المحافظ عنده صلاحيات ولم يتم التنفيذ يتحاسب المحافظ. لاني انا النهارده قريت مقال للاستاذ مصطفى بكري، على لسان الاستاذ مصطفى بكري، ان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الشعب كان بيقول انه في بعض المحافظين في محافظات مصر بيعطلوا الاستثمارات. ده موجود في مصر اليوم النهارده لو حضرتك قريته. طب يعني ادي رئيس مجلس الشعب بيقول كده، انت محافظ تعطل الاستثمارات؟ رئيس مجلس الشعب صعيدي المفروض. طبعا في جهات ثانيه يعني عايز اقول في جهات ثانيه يا كابتن متعلقه بعمليه برضو تسليم الاراضي. انت الفكره دلوقتي عشان تاخد ارض هيئه التنميه الصناعيه فني مدام عايز اقول لك ده ممكن تاخد بقى انت دلوقتي عشان تدخل تاخد حته ارض عشان تستصلحها او تعمل فيها مصنع لازم تاخد موافقه الاثار، ودي جهه مستقله بذاتها. هو بيتكلم على اكتر من جهه. مش عايز اقول ده عندك الاثار وعندك بقى الجيش وعندك الري، وطبعا لازم تمر. احنا عايزين شباك الواحد بقى في الاستثمار القانوني الجديد بقى ان شباك واحد، لو عايز اعمل مشروع في شباك واحد. هو انا لما اجي مستثمر عايز اعمل مصنع صلصه في سوهاج ولا في هنا واخش 13 14 جهه وكل جهه لها ما عليها في البيروقراطيه وفي الروتين وفلان يمضي وهات جنب وهات القانون الجديد ده مش شهر. انما قانون الاستثمار الجديد ده انا رايي مشكله الصعيد تتحل في حاجه واحده، وهي ان اطلق يد المحافظ ان هو ياخد القرار في المشاريع الاستثماريه فورا. فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل حوارنا مع ضيوف الاعزاء حول تحديات وفرص التنميه في الصعيد. بجدر التحيه بحضراتكم. من كام يوم عرضنا مشكله لاحد الساده المواطنين، كانت مراته بتولد في مستشفى وللأسف نقل إليها دم فاسد وحملت فيروس سي واسمه صلاح محمد، وانتقل الفيروس ليه ثم انتقل لأولاده. كانت قصة صعبة يعني،
وكان بيسألنا في البرنامج مساعدة من إن الحكومة تساعده سواء بعلاجه، وكان ناقص يعني حاجات كتيرة جدا تتعلق بيه، حتى أبسطها بطاقة التموين يعني، وده بيحصل والله هنا، وكان بيستنجد. وفي مداخلة معايا من الأستاذ ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين اللي اهتم بالمشكلة، هيقول لنا عمل فيها ايه. اهلا بك أستاذ ممدوح. أستاذ ممدوح شباب. ألو. أستاذ ممدوح اتفضل. اهلا بحضرتك. اهلا بك. بالنسبة لشكوى المواطن انتوا عملتوا فيها ايه؟ صلاح محمد. طبعا استاذ محمد ده حق ليه، محدش منع عليه ان هو منحوله، وكون ان الحق ده اتاخر فده عيب شديد جدا بنعتذر عنه. طبعا احنا تواصلنا بمجرد ما يعني تفاعلنا مع الامر بمجرد ما وصلت لنا الشكوى، والحمد لله رب العالمين تم عرض على الدكتور علي مصلحي ووجه بارسال مندوب فورا للمكان بتاع سكن الحاج صلاح، وتم استخدام كل الاوراق الداله على او المطلوبه لاستخراج بطاقه التموين، وتم وجاري الان استخراج بطاقه التموين. واوعد حضرتك ان في خلال اقل من 48 ساعه هكون موجوده بين ايديه ان شاء الله باذن الله، وده حقه زي باكد عليه، محدش من عليه. وكونه اتاخر او كانت او كون الوسيله اللي المفترض يلجا اليها او المكان اللي يلجا اليه ويطلع له بطاقه التموين بسهوله اتاخر او تقاعد عن استخراج الامر ده، فده امر غير مقبول ان شاء الله باذن الله. بنتمنى من خلال التطوير اللي احنا شغالين عليه مع المكاتب التموينيه او اليه العمل ان احنا نحاول يبقى فيه خدمه كويسه تقدم بشكل ادمي وبخطوات محدده وفي زمن محدد. انا بشكرك استاذ ممدوح رمضان المتحدث الاعلامي باسم وزاره التموين، وارجع لضيوفي الاعزاء دكتور صلاح هاشم استاذ التنميه والتخطيط بجامعه الفيوم، وكابتن طيار عبد الحميد حسن مؤسس جمعيه تنميه الصعيد. عايز اخد من حضرتك ومن حضرتك ايضا فكره، انا بدعو من زمان من البرنامج ان لو الرئيس يجيب محافظ الصعيد ويقعدهم قدامه ويقول في كل محافظه انا عايز مصنع كبير يشغل لي مجموعه شباب. لو انت شايف هل فعلا في كل محافظه ممكن يقام فيها مصنع ضخم او كبير قائم على حاجه معينه تتميز بها هذه المحافظه، ولا ده كان مجرد حلم الواحد بيطلقه؟ اعتقد انه حلم، لانه احنا التجربه هفكرك بعبد الناصر لما عمل مجمع الالمونيوم. وفكرك بمصانع السكر، بس عمل مجمع الالمونيوم. هل مجمع الالمونيوم حل مشكله الفقر في الصعيد؟ بس خلينا نتكلم بمنتهى الامانه. تجربه الدول الفقيره اللي زي بلدنا، تجربه المشروعات القوميه العملاقه ما بتنجحهاش. المشروعات القوميه العملاقه بتساعد بالدوله ككل، لكنها ما بتحلش مشكله محافظه او مركز. بتكلم على مشروعات صغيره، المشروعات البنك المركزي فيه 200 مليار، الشباب عندك في الصعيد ليه ما راحوش؟ اقول لك عندنا مشكله. لا انا بتكلم 200 مليار دول. احنا عندنا فكره ال 200 مليار دي، المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي قال ان البنوك 5% فقط من البنوك هي اللي استجابت لمبادره الرئيس، وده يجب ان يسالوا على ذلك. في تصريح رسمي من المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي قال ان البنوك رفضت انها تستجيب. اديني المصانع الصغيره او متناسقه. احنا شغالين في مشروع دلوقتي تابع وزاره التضامن اسمه فرصه، ده اعلنه الرئيس مع وزاره التضامن تفصيله. في مؤتمر الشباب ده حوالي يمكن فيه 500 مليون جنيه مصري موجهه لمحافظات الجمهوريه. هنشتغل على مشروعات انتاجيه حقيقيه، بادئين المرحله الاولى بمشروعات الانتاج الحيواني اللي هي انتاج الاغنام وانتاج الماعز هيغطي محافظات الصعيد. شغال على مستوى عندنا دلوقتي اكثر من 14 مشروع جاهز وممول بقروض ميسره حسنه للشباب في الصعيد. احنا دلوقتي بدانا من خلال الاتحاد المصري لسياسه التنميه والحمايه الاجتماعيه، وده بيضم 64 جمعيه شغاله منها على 10 محافظات في الصعيد. لجنه بدات تجمع الشباب الذي يرغب في مشروعات انتاجيه متعلقه بتجميع الالبان او انتاج الالبان وانتاج الماعز، بحيث نعمل اكتفاء ذاتي لمحافظات الصعيد من الامن الغذائي بشكل استاذ عبد الحميد، هل هذا يكفي ولا احنا محتاجين صناعه؟ هو تعقيبا على الدكتور صلاح، هو ده مش حلم ولا حاجه، ده واقع. نعم. المهندس احمد ابو هشيمه دش المصنع في سوهاج الاسبوعين اللي فاتوا، مواد بناء، مواد حديد؟ طبعا كل مواد البناء. نعم. في سوهاج تضحيته كانت مع وزيره الاستثمار،
ده حقيقة. مصنع هيشغل مجموعة من الشباب يعني نقدر نعمل مصانع. ده في سوهاج. ده في سوهاج ده فعلا. أنا قصدي فين بني سويف فين المينيا. ما أنا أقول لحضرتك بقى هما ما ده لسه متكلمين من شوية. ده شغل رجال الأعمال عايزين يستثمروا في الصعيد ناصر. في نهضة. هما فيش رجال أعمال صعيديين؟ في طبعا. ده في ده أكبر رجال أعمال في مصر صعيد. يعني ليه أجيب من بحري؟ ما أنتوا عندكم. ده اللي أنا قلته امبارح وبقوله النهاردة أهو. رجال الأعمال اللي هم أصلهم صعيد يا جماعة الصعيد أولى بيكم. تعالوا استثمروا مش بالكلام والانشاء لازم توفر ده ليهم حق عليك. اكيد اهلك موجودين هناك. مفيش واحد صعيد ملوش جذور. تعال واستثمر في صعيد مصر. يعني المهندس احمد ابو هشيمه مش صعيدي ومع ذلك جاي يستثمر في مصنع سيراميك بيتعمل كبير جدا. يتعمل في اتفتح في اسيوط. اتفتح اللي هو على مساحه 80000 متر بنت 50000 متر في اسيوط. في اسيوط ولا في سوهاج؟ لا ده في سوهاج. طب يبقى ده حقيقه مش حلم. وفي مصنع صلصه هيتعمل بيجهزوا فيه دلوقتي ان شاء الله ما بين. طب ما الدنيا حلوه بقى زعلانين ليه؟ ما انا اقول لحضرتك من التهميش يا استاذ محمد. ده مش تهميش. اصل التهميش ده ما نقدرش بين يوم وليله ننهي التهميش. 100 سنه مش هخلصهم في سنه ولا اتنين. بس البدايه والبدايه بدات امبارح. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى عايز اقول شويه تفاؤل كده او نعم. او كلمه للمصري افندي المصري المقيم في صعيد مصر. نعم. مش عايز اقول الصعيدي لان احنا كلنا مصريين طبعا. الظروف صعبه وحالتك الماديه على قدها كدوله. كدوله والدوله بتمر بظروف صعبه والسيد الرئيس نفسه صارح وقال يا جماعه احنا بنمر بظروف صعبه. استحمل لانك انت راجل طول عمرك بتستحمل. انت بتقول للمواطن ولا للمستثمر الصعيدي؟ انا بقول للمصري افندي اللي هو المصري عموما فعلي. نعم. بس محافظات الصعيد بالذات بقول للمصري افندي المقيم في محافظات الصعيد لان الاكثر فقرا. بس احنا مش جايين نقول له النهارده اتحمل وهو مش لاقي. لا ما انا اقول لحضرتك حاجه. انا لازم اوفر له فرصه. ما هوفر له بس هو لما يتحمل هينتج. في فرق لما يتحمل ويجي له يعني احباط وفي فرق لما اقول له بكره احسن هيعيش على الامل بكره. بكره احسن على اساس واقع. بكره اساس واقع يبقى لازم تكليف زي ما حضرتك قلت. السيد الرئيس اجتمع بالساده المحافظين. المحافظين اللي هم اللي شغالين اللي هم بيعملوا شغل كويس في المحافظه يجتمع بيهم وفري هاند. انا عايز المحافظه دي هاجي لك السنه الجايه اشوف المحافظه دي عامله ازاي. معي على التليفون اللواء مصطفى الشنطوري من مستثمري الصعيد. مساء الفل سياده اللواء. اهلا اهلا استاذ محمد على الخير باسلوبك الهادي العميق. واهلا بضيوف سعادتك الكابتن طيار عبد الحميد راجل الصعيد الهمام. وبحيي الدكتور صلاح هاشم على نظرته الثاقبه لبعض مشاكل الصعيد وتفحصه ليها. ايه نوعيه الاستثمار اللي حضرتك بتستثمره في الصعيد؟ انا من ابناء محافظه المنيا وانا مش مستثمر. انا بتالم لمحافظتي حتى في الحديث مع سعادتك انا لم تذكر محافظه المنيا الا مره واحده لما انت بتقول طب والمنيا طب وكده وكده. انا هتكلم عن المنطقه الصناعيه في المنيا والسلبيات الموجوده فيها. النهارده تواصلت مع الناس هناك. في مشكله في المياه غير صالحه. في الطاقه الكهربائيه غير كافيه. اي اوراق واي مشاكل ورقيه بالنسبه للمستثمرين لازم يجي يعملها في القاهره تاخد شهرين وثلاث شهور. طب ليه سياده المحافظ يا محترم ما تبقاش الكلام ده كله جوه محافظتنا في المنيا؟ عموما هنتكلم في الايجابيات. انا عندي في المنيا يا سيد الفاضل عندي رخام من ملوي لحد المنيا جبال رخام لم تستغل. عندي الاسمنت مثلا صناعه الاسمنت بنتكلم في صناعات ثقيله في المنيا تجذب العماله وتشغل الناس. عند الاسمنت في قريه اسمها السريريه فيها الطفله اللي صالحه لصناعه الاسمنت. في عندي كمان الكالسيوم الحجر الابيض ده يا سيد الفاضل الحجر ده بيدخل فيه 280 صناعه. عارف بيتعمل بيه ايه يا استاذ محمد؟ بيتبني بيه بيوت بتقطر بيه بيوت. ده بيدخل فيه 280 صناعة. والدكتور صلاح هاشم إذا كان يأيدني في هذا الكلام اللي ناقصك كمستثمر أو اللي ناقص المستثمرين عشان يشتغلوا ويستثمروا في الصعيد. والله أنا بلقي اللوم على كل المسؤولين اللي همشوا الصعيد وهمشوا محافظة المنيا محافظة واعدة. خلينا نتجاوز الماضي وندخل في الواقع ونقول نعمل إيه. احنا قلنا احنا مش هنقلبها مندبة زي ما انت قلت في الأول. احنا بداية النصف سعيد زي ما الكتاب حميد حصل امبارح مع سيادة الرئيس ونتمنى ان يكون هناك في بناشد رجال اعمال الصعيد او من بحري. انا بقول للاخ ابو العينين والاخ ابو هشيمة تعال
اتفضلوا، عندنا رخام، عندنا طفلة، عندنا مصانع اسمنت، ممكن نعمل مصانع سيراميك، عندنا منطقة صناعية مهملة يا سيد محمد. كل المدن الصناعية المنطقة الصناعية اللي شغال فيها أقل من 5%، وبيشتكوا من رداءة المية والضعف التيار الكهربائي. فيا ريت يا ريت نبص نظرة بقى، محافظة المنيا المحافظة الوحيدة المهملة على مستوى الصعيد. أنا بناشد وبصرخ وبطلب صرخة من هنا. واخدين مزايا برضه يا ست اللواء، واخدين مزايا. حضرتك تخصيص الأراضي بالمجاني من أكتر المحافظات اللي خلت تخصيص أراضي بالمجاني المنيا في الفترة اللي فاتت، بس خدتوا مزايا كتير. وبالنسبة يعني للمحاجر، أنا دارس ملف المنيا يا سيادة اللواء، أنتوا عندكم مشكلة بس في المحاجر بطلوا تشغلوا الأطفال فيها، الأطفال بيموتوا. فأرجوكم يعني يا ريت تراعي بعد الحقوق يا دكتور. إحنا عندنا ثقافة في مصر إن أنا لما تقترح أراضي وتقترح مصانع بدري باخد وباركن وبشيل بيسقعوا. اتاخد قرار زي ما سيادة الرئيس أخد قرار في الأراضي وادي عليا، اتاخد قرارات في المصانع المقفولة. أنا بشكرك سيادة اللواء مصطفى الشنطوري أحد مستثمري المنيا. باقي لي دقيقتين، كل واحد معاه دقيقة، رسالة للحكومة إزاي نستفيد من الحلقة دي وياخدوا أشبه بالرشد. أنا عندي اقتراح بسيط جدا في نهاية الأمر، إن أنا عايز أربط أولا برامج الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية اللي بتتقدم في الصعيد ترتبط بالتنمية وليس بالرعاية، إن أنا أدي معونة كل شهر. أنا لازم أربط المعونة ست أرملة ومعاها عيلين. حضرتك ممكن ممكن أديهم مشروع ينتجوا يعتمدوا فيه. فكرة إن أنا أديك كل شهر فلوس مش هحل المشكلة دي، ده رقم واحد. الرقم الثاني، عايز أربط التمويل اللي بتعمله الدولة عن طريق القروض بالإنتاج، واربط الإنتاج بالتصدير. يعني أنا بستورد دلوقتي، مش هعمل سلع استهلاكية تستهلك محليا، أنا محتاج عملة صعبة ومحتاج إن أنا أصدر. يبقى لازم أعمل حصر للسلع اللي إحنا بنستوردها من الخارج، وأعلن عنها في جدول واضح جدا، وأقول المستثمر اللي عايز ينتج سلعة أو اثنين أو ثلاثة هياخد دعم من الدولة قيمته كذا، سواء أرض بالمجان سواء إعفاءات ضريبية أو تأمينات أو غيره. دي رسالة أقول للسيد الرئيس، ما تحرمناش من زياراتك للصعيد، لأن زياراتك للصعيد بتحرك المرة وبتثمر. سيد رئيس الحكومة اهتم بالصعيد. الرسالة الثانية للسادة رجال الأعمال المحترمين، الصعيد واعد وهتكسبوا منه فلوس كويسة جدا، وهيبقى في بعد اجتماعي محترم جدا، وهتعملوا مشاريع اللي انتوا عايزينها هتلاقوها في صعيد مصر. فاهتموا بالصعيد، لأن في الأول والآخر الصعيد ده جزء من مصر، وده الأمن القومي المصري من ناحية الجنوب، فلازم نهتم بيه. بشكركم جميعا، بشكر ضيوف الأعزاء، أستاذ دكتور صلاح حاجم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، وحييك معلوماتك وافية وكاملة عن الصعيد. أستاذ تخطيط بقى. أستاذ تخطيط. وبشكر كابتن طيار أستاذ عبد الحميد حسن الصعيدي، مؤسس جمعية تنمية الصعيد، ومتحمس أول الصعيد عشان صعيد أهلي. حلقة انتهت معاكم، يوم السبت بإذن الله حلقة جديدة من المصرف، فأنت أشوفكم على خير. سلام عليكم.